السلام عليكم، يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء، طلاب مستوى السنة الثالثة. معكم الدكتور عبد الله الوخيان من منصة قمة التعليمية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل حكينا في مادة الأناتومي لسيستم الجي آي، وبهاي المحاضرة راح نحكي عن الأناتومي اللي بتعلق بالسيريفري جلاند اللي هم الغدد اللعابية، وراح نحكي عن الهيستولوجي كمان للغدد اللعابية. في المحاضرة الماضية جبنا سيرة بعض الغدد اللعابية وجبنا وحكيت لكم إنه في عنا أنواع للغدد اللعابية من ناحية الحجم. في عندي ميجر سيليفري جلاند وفي عندي ماينر سيليفري جلاند. الماينر سيليفري جلاند بتلاقيهم منتشرات في الاورال كافيتي، بداخل الاورال كافيتي، كان عندي موجود على الجنجفة، على اللثة، كان عندي موجود على الشفة من الداخل في ليبيا، في اللي هم ليبيال سيليفري جلاند، وهذول هم جزء من الماينر سيليفري جلاند. وكنا بنحكي انه عندنا ميجر سيليفري جلاند، والميجر سيليفري جلاند هم موضوع محاضرتنا لليوم. راح نحكي عن الغدتين المكافيات اللي على اليمين واللي على الشمال اللي اسمهم الباروتيد جلاند، وجبنا سيرة الدكت تاع الباروتيد جلاند، وحكيت لكم هذا سؤال امتحان مهم جدا جدا اللي هو وين الدكت تاع الباروتيد جلاند بيفتح، وحفظنا انه بيفتح بالفيستيبيول في الخد من الداخل مقابل السكند مولر، مقابل ابر سكند مولر، السكند مولر العلوية، تمام؟ على الجهة اليمين وعلى الجهة الشمال، وهاي جبنا سيرتها في المحاضرة الماضية. الشغلة الثانية او النوع الثاني او الاسم الثاني للغدد الميجر كمان، في عندي السب مانديبيولر اللي بتيجي تحت الفك، تحت الفك، وفي عندي سب لينجوال اللي بتيجي تحت اللسان. وللتذكير لما حكينا عن الفلور اوف ذا اورال كافيتي، الفلور للمنطقة اللي هي قدام او اللي ما هي تحت اللسان، هذا الفلور كان فيه ميوكس ممبرين، وهذا الميوكس ممبرين بيروح باتجاه مين؟ بيروح باتجاه، بصير له ريفليكشن باتجاه الاسنان. هذا الميوكس ممبرين الثن لما تشوفه او تطلع عليه راح تلاقي فيه ثنتين بابلي، حكينا اسمهم سبلينج والبابلي، وهذول السبلينج والبابلي هم فتحات الدكتس تاعون سب مانديبيولار جلاند. وحكينا انه راح الاقي شيء اسمه سبلينجوال فولد على جانبي الميوكس او على جانبي الفرينيولم، اوكي، على جانبي الميوكس ممبرين والفرينيولم، هذول اسمهم سبلينجوال فولد، وهذول لو جيت فتحت جراحيا راح تلاقي تحتيهم السبلينجوال جلاند. وبالتالي موضوع محاضرتنا لليوم الثلاث جلاند اللي هم الباروتيد، اوكي، يمين شمال، سب مانديبيولار يمين شمال، سبلينجوال يمين شمال. من ناحية حجم الباروتيد هي أكبرهم، بعدين السبمانديبيولر، بعدين السبلينجوال. من ناحية إفراز في شوية اختلاف بالإفراز، فبحكي لك الباروتيد بتفرز لك لعاب سلايفا، وهاي السلايفا اللي بتفرزها الباروتيد هاي السلايفا سائلة، أوكي؟ بينما السبلينجوال اللي هي أصغر واحدة، السبلينجوال هاي بتفرز لك سلايفا، بتفرز لعاب، بس هذا اللعاب بيكون جاي على ميوكس، بيكون لزج أكثر من إيش؟ من الباروتيد جلاند، من السلايفا أو اللعاب اللي بيتم إفرازه من خلال الباروتيد جلاند. وهذا الحكي راح يخليني أعرف بالهيستولوجي شوية اختلافات ما بين الباروتيد من ناحية نوع الخلايا أو نوع الأسينر اللي موجود داخل الباروتيد جلاند، ونوع الخلايا أو نوع الغدد اللي موجود عندي داخل السبلينجوال جلاند. وبالتالي هذول أنا بدي أكون عارفهم. الشغلة الأساسية والفكرة اللي أنا لازم أكون عارفها هي إنه من ناحية تركيب السليبري جلاند هم جزء من مين؟ هم جزء من الأكسسوري أورغانز أو من الدايجستيف أورغانز اللي مش من ضمن التراكت. هي أورغانز بتساعد على الهضم، رح نحكي إنها بتساعد على الهضم، بتفرز لك كمان شو؟ بتفرز السلايفا، والسلايفا وظيفتها الترطيب خلال الكلام، وظيفتها الترطيب للأكل خلال عملية البلع، وظيفتها كمان تعادل الحموضة اللي بتكون طالعة من شو؟ اللي بتكون طالعة من البكتيريا اللي موجودة بشكل طبيعي داخل الأورال كافيتي. فبالتالي السلايفا لها وظيفة، وظيفة بالهضم، وظيفة في الكلام، وظيفة حتى في تسهيل عملية البلع، وإلها وظيفة مناعية، إلها وظيفة مناعية، لأنه إحنا بنعرف السكريشنز بمختلف أنحاء الجسم، أوكي، كلياتهم راح يكون في خلالهم في عندنا بلازما سيل في الباروتيد جلاند أو حتى في السليفري جلاند. هذول البلازما سيلز راح يروحوا يفرزوا لي أنتي بادي من نوع IgA هو الأنتي بادي اللي موجود بالسكريشنز تاعون البادي، وبالتالي السلايفا لها وظيفة مناعية. من ناحية تركيب الجلاندز الغدد بالجسم تقسم إلى اكسوكراين جلاند. شو يعني اكسوكراين جلاند؟ يعني جلاند بتفرز محتوياتها عن طريق دكت خاص فيها، عن طريق دكت. هذا الدكت راح نشوف انه الوول تاعه بتكون من ابيثيليوم، بتكون من ابيثيليوم، تمام؟ فاذا انا عندي الغدد اكسوكراين جلاند اللي من ضمنهم السليفري جلاند، اوكي، اللي بتفرز محتوياتها عن طريق دكت، وعندي اندوكراين جلاند، وهذول راح نحكي عنهم ان شاء الله في الاندوكراين سيستم. فاذا هاي التقسيم العامه اللي راح نحكي عنها، راح نحكي عن الباروتيد جلاند، راح نحكي عن البلد سبلاي للباروتيد جلاند،
سواء كنا بنحكي عن ارتيريال او فينس درينج، راح نحكي عن الليمفاتيك للباروتيد جلاند، راح نحكي عن مكان الباروتيد جلاند بالضبط، وراح نحكي عن محتويات الباروتيد جلاند، وراح نعرف انه الباروتيد جلاند موجوده هون بهاي المنطقه، اوكي، جهه المانديبل او الريمس تاع المانديبل، وقدام او تحت بالضبط تحت الاوركل، تحت صيوان الاذن، تحت وقدام صيوان الاذن، تمام؟ هذا مكان الباروتيد جلاند. وبالتالي انا بدي اكون عارف انه الباروتيد جلاند بدي اكون عارف مكانها، وبدي اكون عارف شو الأشياء اللي بتمر من خلالها. رح نحكي إنه والله في عنا أعصاب بتمر من خلال الباروتيد جلاند، في عنا شريان بمر من خلال الباروتيد جلاند، وفي عنا وريد بيكون موجود داخل الباروتيد جلاند. كل هاي الأشياء إحنا بدنا نكون عارفينها. ورح نحكي كمان نفس الإشي كيف يتم إفراز أو تحفيز الإفراز في الباروتيد جلاند، تمام؟ كيف يتم إفراز تحفيز الباروتيد جلاند؟ إحنا بنعرف إنه الباراسيمباثيتك هو جهاز الريست أند دايجست، وبالتالي الإفراز رح يكون بتحفيز عن طريق الباراسيمباثيتك، عن طريق الباراسيمباثيتك نيرفوس سيستم. هذا بيروح بحفز لك السكريشن تاعت الجلاند. رح نحكي إنه الباروتيد جلاند في عصب بحفزها عن طريق جانجليون معينة، سب مانديبولر والسبلينج والإلهم عصب خاص فيهم. وبالتالي هذول المعلومات اللي رح نحكيهم عن الباروتيد رح نرجع نعيدهم على السب مانديبولر والسبلينج كمان نفس الإشي. فرح نحكي عن الجلاند، مكان الجلاند، الريليشن الدكت تاع الجلاند، أوكي، ورح نحكي عن شو الأشياء اللي بتمر والأشياء المميزة لكل جلاند. فهذا هو موضوع محاضرتنا، ورح نختمها بالآخر بالهيستولوجي اللي بتعلق بالجلاند. فموضوع محاضرتنا هو الهيستولوجي والأناتومي تاعت السليفري جلاندز اللي هم ماينر وميجر. بحكي لك outline the types and function للماينر والميجر سليفري جلاند، وضربنا أمثلة، ورح نقرأ شو فيه وظائف أخرى للسليفري جلاند. describe the location المكان، الشيب الشكل، كيف شكلهم؟ اغلبهم شكلهم هرمي، شكلهم هرمي، وبالتالي راح يكون للواحده منهم قاعده، وراح يكون لها ايش؟ ايبكس بيز، وراح يكون لها ايبكس فاشيال شيث. راح نحكي انه الجلاندز هذول محاطين بفاشيا، هاي الفاشيا هي عباره عن فايبرس تيشو. الفاشيا هاي مهمه بالنسبه لي ولازم انا اكون عارفها. الجروس فيتشر يعني لو جيت اطلعت على الباروتيد جلاند كيف انت راح تعرفها؟ اوكي، لمين؟ للميجر سليفري جلاند اللي هم الباروتيد والسب مانديبولر والسبلينجوال، وعددهم 6، 3 على اليمين و3 على الشمال. understand the relations البلد والنيرف سبلاي. النيرف سبلاي جدا مهم، خصوصا الباراسيمباثيتك اللي بيساعد على السكريشن للسلايفا، الليمف درينج وللميجر سليفري جلاند. وبحكي لك describe the histology اخر شيء للميجر سليفري جلاند. نبلش اول شغله بفكره اساسيه احنا بدنا نكون عارفينها، شو الاشياء اللي بتحفز السليفري جلاند. اوردر من الدماغ، الاوردر من الدماغ بصير لما تشم ريحه اكل، اوكي، او لما تشوف الاكل، اوكي، خصوصا اذا كنت جوعان، بيجي التحفيز من الدماغ عن طريق نيوكلياس معينه موجوده في البرين ستيم اللي هو في جذع الدماغ، وهاي النيوكلياس راح تروح تحفز لك الباروتيد جلاند، وراح تروح تحفز لك السب مانديبولر والسبلينجوال جلاند، وبالتالي بتلاقي افراز السلايفا زاد في هاي الحاله، افراز السلايفا زاد بهاي الحاله، تمام؟ طيب بحكي لك بشكل عام وير داز السلايفا كم فروم، من وين بتيجي السلايفا، اللعاب من وين بيجي؟ اللعاب هو اغلبه ووتر، اغلبه ووتر، بس فيه ايش؟ انزيمات، فيه انزيمات زي الامايليز، وممكن تلاقي لايبيز. الامايليز بهضم الكربوهيدرات زي ما رح نعرف بالفسيولوجي، اللايبيز بهضم الليبيدز، بهضم الليبيدز. بحكي لك اول شغله سليفري جلاند ار كومباوند تيوبيولو اسينر، تيوبيولو اسينر من ناحيه شكل، تمام؟ اكسوكراين جلاند، وعرفنا شو يعني اكسوكراين جلاند، يعني لها داكت. هوز داكت؟ الداكت تاعهم هذا وين بفتح؟ بفتح بالاورال كافيتي. وعرفنا الداكت تاع الباروتيد وين بفتح؟ مقابل بالفيستيبيول، مقابل السكند، مقابل السكند ابر مولر، تمام؟ اوكي، رايت تو ليفت. وحكينا السب مانديبولر الداكت تاعها وين بفتح؟ بفتح في الفلور اوف ذا ماوث، في السب لينجوال. السب مانديبولر تفتح في السب لينجوال بابلي، في السب لينجوال بابلي. طيب شو وظائف السلايفا؟ السلايفا بترطب وبتسهل وبتعمل لابريكيشن للاورال ميكوزا عشان السبيتش، بترطب وبترطب وبتعمل لابريكيشن للدراي فود حتى تساعد ايش؟ بالسولوينج. كمان بحكي لك بتزود لك اكويس سولفنت، يعني مذيب لشو؟ للاشياء اللي انت بتاكلها، لحتى تحس بطعم، لحتى تحس بطعم، وهذا الطعم يروح على الريسبترات. وحكينا انها تعادل الحموضه اللي جايه من البكتيريا عن طريق انها بتفرز بايكربونيت ايش؟ ايونز. وبحكي لك انيشيت الدايجستشن، عمليه الهضم من وين بتبلش؟ وهذا سؤال مهم احنا وفكره مهمه جدا نكون عارفينها. عمليه هضم الطعام بتبلش من الاورال كافيتي عن طريق السلايفا بالامايليز واللايبيز اللي بداخلها، اللايبيز
الاميليز والاميليز. فالانيشيشن عمليه الهضم اوكي عن طريق اللي هو السلايفا اللي موجود عندي في الاورال كافيتي، وراح نحكي لقدام عن اللايبيز اللي بفرزه والاميليز اللي بفرزه مين، اللي بفرزه البنكرياس. تمام. they also antimicrobial agent، كمان بتفرز لك antimicrobial agent، من اشهرهم الاي جي اي اللي بيجي عن طريق البلازما سيل، اللايزوزايمز او اللاكتوفيرين، كلياتهم هذول اشياء بنفرزوا في السلايفا وهذول لهم افكت اللي هو الانتيمايكروبيال، وبحكي لك بروتكت اجينست الجم ديزيز، التوث ديكي، تسوس الاسنان اند اذر اورال انفكشن. وبالباثولوجي مر علينا جوجرين سيندروم، الشخص اللي بيكون عنده مشكله في السليفري جلاند راح تلاقي عنده زيروستوميا، وبالتالي راح تلاقي عنده مشكله في اللثه، مشكله وتسوس الاسنان راح يكون عنده اكبر من ناحيه ريسك. تمام. ريسك تسوس الاسنان عند هذا المريض راح يكون اكبر. لو جينا طلعنا على هاي الصوره بس للمعرفه، عندنا البروتيد جلاند اللي هي الغده النكافيه، عندنا هون هاي هي مين، هاي السب مانديبولار جلاند، وهون عندنا السبلينجوال جلاند، سبلينجوال جلاند. طيب بالنسبه للسليفري جلاند من ناحيه التقسيم حكينا ماينر وميجر. الماينر بحكي لك زي ار نيوميروس، النيوميروس يعني عددهم كثير. ماينر سليفري جلاند سكاترد موزعه ثرو اوت الاورال ميكوزا وحتى في السب ميكوزا، في الليبيا، وشفناها هاي في الزون لما احنا واحنا ماشيين، واحنا ماشيين من اول شيء السكن، بعدين راح نروح على الفيرميليون. تمام. بعدين راح نروح على الميكوزا تاعت مين، تاعت الشفه. في الميكوزا تاعت الشفه راح تلاقي ليبيال سيليفري جلاند، في عندنا بكل بالخد، في عندي سيليفري جلاند بلاتو جلوسال بلاتل بيسقف الحلق، باللينجوال ايش جلاند، على اللسان كمان في عندي ماينر سيليفري جلاند. ذي سكريت ايش كونتينيوسلي، والهدف انها ترطب الاورال كافيتي. بحكي لك الميجر سيليفري جلاند حكينا باروتيد سب مانديبولار وسب لينجوال، وهاي بتفرز لك 90%، وبالتالي 10% من السلايفا من اللعاب مين اللي بيفرزه، اللي بيفرزه الماينر سيليفري جلاند. لو جينا بدنا نحكي عن كمية السلايفا، كمية اللعاب التي تفرز باليوم، حوالي نص لتر، حوالي نص لتر يتم إفرازه بشكل يومي من اللعاب. تمام. بحكي لك their secretion is regulated، مين هم السليفري جلاند الميجر، هذولا بدهم تنظيم عن طريق النيرفس ريفلكس، راح نحكي انه في سيمباثيتك وفي بارا سيمباثيتك، والمهم بالنسبه لي اكون عارف البارا سيمباثيتك اللي راح يحفز لي الافراز، اما هذولا دائما بفرزوا. وحكينا تقريبا نص لتر من السلايفا سكريتد باليوم، والسليفري فلو ريت ار تيبيكالي 0.3 مل لكل دقيقه، وخلال عمليه الاستيميوليشن شفت اكل راح يزيد عندنا ايش، وانت جوعان راح يزيد عندك الافراز ليصير 1.5 لا 2 مل بالدقيقة، تقريبا بزيد 5 أضعاف، بزيد حوالي 5 أو أكثر من الأضعاف اللي هو وضع الإفراز بالوضع الطبيعي. أول شغلة راح نبلش فيه وموضوع محاضرتنا، زي ما كانت المحاضرة الأولى برعاية التنك، محاضرتنا هي برعاية البروتيد جلاند. إذا خلصنا البروتيد جلاند ما ضلش شيء في المحاضرة، نبلش أول شيء بالبروتيد جلاند. البروتيد جلاند بدي أكون عارف مكانها، إحنا عارفين إنها من الميجر جلاند اوكي، وانا كنت بحكي لكم انه الباروتيد جلاند افرازاتها سائله، افرازاتها سائله، فنوع الهيستولوجي اللي موجود داخلها هو سيرس اوكي، سيرس. تمام. مش ميوسينس، لا سيرس، يعني بتفرز لك سوائل، بتفرز ايش افرازات ووتري. تمام. الشغله الثانيه المهمه اللي بدي اكون عارفها من ناحيه مكان، مكانها موجوده هون حوالين مين، حوالين المانديبل، حوالين الريمس تاع المانديبل اوكي، التوري ماي تاعون المانديبل، راح تلاقي عندك الباروتيد جلاند. الباروتيد جلاند هي هرم، بس هذا الهرم مقلوب. شو يعني مقلوب؟ يعني الايبكس تاعته لتحت والبيز القاعده تاعته موجوده لفوق. تمام. موجود القاعده تاعته لفوق. بحكي لك الديفينيشن، هي اكبر واحده، هي اكبر واحده من الميجر سليفري جلاند. شو هم اجزائها؟ ومهم جدا اكون عارف الاجزاء، لانه راح نحكي هنا في عندي اجزاء، وفي السب مانديبولار في عندي اجزاء. هون الاجزاء كيف مقسمات؟ الاجزاء مقسمات الى بارت اساسي، بارت اساسي اللي هو المين بارت، اللي هو الجزء الكبير، هذا هو المين بارت، وعندنا ايش اكسسوري بارت. الاكسسوري بارت احيانا بتلاقيه وين موجود؟ موجود فوق الدكت، فوق الدكت، هذا هو الدكت، الدكت اللي راح يخزق لي الخد بالطبقات اللي حكينا عنهم في لما شرحنا الفيستيبيول. تمام. راح يخزق لك الباكسينيتر، الباكسينيتر مصير، راح يخزق لك كمان الفات، وراح يخزق لك الفاشيا والميكوزا. تمام. وبالتالي هذول انا بدي اكون عارفهم. هذا مين؟ هذا الدكت. فوق الدكت بتلاقي الاكسسوري بارت اوف باروتيد، وهذا هو المين بارت اوف ذا باروتيد. بحكي لك الاكسسوري هو اتاتش سمول بارت او ديتاتش بارت ان فرونت اوف ذا مين بارت، قدام البارت الكبير. ات لايز سوبرفيشال للمسيتر، شو يعني؟ فوق المسيتر، هاي المسيتر، هاي هي المسيتر. تمام. فهو فوق المسيتر وابف الباروتيد دكت، فوق الباروتيد دكت اللي احنا شفناه هون. تمام.
طيب هاي شغلة أنا لازم أكون عارفها بما يتعلق بالبارتوديجلاند. نبلش أول شغلة بالمين إيش بارت من البارتوديجلاند. المين بارت من البارتوديجلاند شو الأشياء اللي قدامه، شو الأشياء اللي فوقه، شو الأشياء اللي من محوطيته من جميع الجهات. فهاي شغلة أنا لازم أكون عارفها وأطلع على هاي الرسمة، أطلع على هاي الرسمة. لو جيت طلعت أول شغلة بدي أكون عارف إنه البارتوديجلاند هي محوطة الريمس، الريمس تاع المانديبل شكله زي هيك، تمام شكله زي هيك. هذا مين؟ هذا الريمس تاع المانديبل. هذا الريمس تاع المانديبل راح تلاقي البروتيدجلاند محوطيته هيك، محوطيته هيك، تمام محوطيت لي اياه هيك. فهذا البارت هو جزء من البروتيد، وهذا البارت هو جزء من البروتيد. فانا عندي جزء جاي شوي لبرا وفي عندي جزء جاي لجوه، تمام. لو جينا بدنا نقسمهم راح نحكي انه البروتيدجلاند الها لاترال بوردر، الها لاترال بوردر، والها اثنين ميديال بوردر، واحد لقدام انتيريو ميديال بوردر، واحد ايش بوستيريو ايش ميديال بوردر. يعني لو جينا بدنا نطلع عليها جينا قسمناها، تمام اوكي. لو جينا قسمناها هذا هون راح الاقي الريمس، هون راح الاقي الريمس، وحكينا البروتيد راح تكون محوطيت لي الريمس. هذا هو الريمس تاع المانديبل اوكي. واحنا اجينا قصينا اخذنا كت سكشن هيك، اخذنا كت سكشن بهاي الطريقه، تمام. راح يطلع معي هذا المنظر، بحكي لك هذا اللي هو جاي لبرا، هذا اللاترال، هذا اللاترال، تمام. وهذا وهذا الاثنين ميديالي، هذا جاي لورا بوستيريو ميديال، وهذا جاي للامام هذا انتيريو ميديال، تمام. بحكي لك بشكل عام شو الشيء اللي موجود عندي فوق البارتيدجلاند. الشيء اللي موجود عندي اللي هي قناة السمع الخارجية الاكسترنال اوديتوري ميتس، تمام. فهي موجودة في جاب، هاي الجاب تاعتها الجاب، هاي الجاب يعني زي ايش حفرة او مجال انه تكون موجودة فيها البارتيدجلاند. هاي الجاب من فوق مين محوطنا؟ الاكسترنال اوديتوري ميتس من الاعلى. من الامام مين راح يكون عندي؟ من الامام الريمس اوف ذا مانديبل اند اتس ريليتد مسل. وراح نحكي الريليتد مسل مين هم؟ ام اللي هي المسيتر من برا، ومن جوا الميديال تيريغويد، تمام. الميديال تيريغويد، الميديال تيريغويد. فاذا من الامام وراح نرجع نعيدها، من الامام عندي 3M، عندي 3M اوكي. هاي هذا هو الريمس تاع المانديبل، هذا الريمس تاع المانديبل. راح تلاقي البروتيدجلاند جاي بهذا الشكل، بهذا الشكل. هون عندي على الريمس تاع المانديبل من برا المسيتر، ومن جوا الميديال تيريغويد. وبالتالي هذول اللي هم المانديبل اوكي، الام الاولى اللي هي الماندبل، واي بارت من الماندبل الريمس، تمام. والام الثانيه اللي هي المسيتر اللي جايه على الماندبل من برا اوكي، على الريمس تاع الماندبل من برا، ومن جوا عندي الام الثالثه اللي هي الميديال تيريغوي. فهذول هم الريليشنز اللي قدام ايش البروتيدجلاند، اللي قدام البروتيدجلاند. وراح نرجع نعيدها، بس اهم شغله اكون عارف من فوق حكينا اكسترنال اوديتوري ميتس، من الامام عندي الماندبل او الريمس تاع الماندبل والريليتد مسل، من الخلف مين عندنا؟ عندنا الماستويد بروسيس، هذا اللي هو رقم ثلاث، هذا هو الماستويد بروسيس، من التيمبورال ايش من التيمبورال بون. وميديالي ميديالي راح الاقي مين؟ الستايلويد بروسيس. جوا هون راح الاقي اللي هو الستايلويد بروسيس، يعني لو شلت الغده راح الاقي الستايلويد بروسيس اللي هو النتوء، ستايلويد بمعنى ابري، النتوء الابري، تمام، النتوء الابري. فاذا لو اجيت بدي احكي عن الريليشن، هي محاطه بعظام تقريبا، محاطه بعظام تقريبا، من فوق الاكسترنال اوديتوري ميتس اوكي، من الامام، من الامام المانديبل، من الخلف الماستويد بروسيس، ومن جوا الستايلويد بروسيس، من الخلف الماستويد بروسيس، ومن الجنب او من جوا ميديالي راح يكون عندنا الستايلويد بروسيس والريليتد ستراكشر. هذول هم الايش السايت او وين مكانها بالضبط، وين مكانها بالضبط. بالنسبة للشكل حكينا it's considered as an inverted three-sided pyramid، هرم، هرم ثلاثي الأوجه، هرم ثلاثي الأوجه مقلوب، يعني الأبيكس تاعه موجود لتحت والبيز موجود لفوق، والبيز موجود لفوق. وبما انه هرم راح يكون بهذا المنظر، هذا مين؟ هذا الماستويد بروسيس، وهذا اللي هو الريمس تاع المانديبل. وهنا اجينا احنا قصينا مين؟ قصينا البروتيدجلاند، فشلت البيز، وهذا الابكس، هذا الابكس، انا شلت البيز وقصيت، يعني انا دخلت هنا هيك بسكين وشو عملت؟ وقصيت بهاي المنطقه، فطلع معي هذا المنظر. قدام عندي مين حيكون؟ المانديبل، الفك، الريمس، هذا اللي هو رقم 7، هذا الريمس تاع المانديبل، وهذا مين؟ هذا الماستويد بروسيس. ورقم 4 هذا هو الستايلويد بروسيس اللي كان ميديالي. وهذا ببين له النقطة اللي كنت بحكي لكم عنها، انه عندي لاترال بوردر هذا اللي جاي لبرا، وعندي اثنين ميديال، واحد انتيريور انتيريو ميديال اوكي، واحد ايش بوستيريو ميديال، واحد بوستيريو ميديال. فهاي هي الاوجه الثلاث لمين؟ الاوجه الثلاث للبارتيدجلاند. فبحكي لك الها ابيكس والها بيز والها 3 سيرفيسز و3 بوردرز. الابيكس هو اللور اند ودايركتد لوين؟ داونورد. البيز upper end ودايركتد ايش؟ upward.
وهنا مشيولي، هنا مش مبينه بهاي الصوره. السيرفيسز بحكي لك لاترال سيرفيس، لاترال سيرفيس عرفناه اللي هو السوبرفيشال اللي جاي مباشره تحت السكن. عشان هيك لما نيجي نحكي الريليشن راح نحكي الريليشن اللاترال راح يكون سكن وايش وسوبرفيشال فاشيا، وراح نحكي عن سبكوتينيوس فات، وبعدين راح نفوت مباشره على الليمف نود اللي موجوده عندي على الباروتيد جلاند اللي اسمهم سوبرفيشال ليمف نود، سوبرفيشال ليمف نود. فبالتالي الباروتيد جلاند هي سطحيه، هي سطحيه، فاللاترال سيرفيس تاعها هو سطحي سوبرفيشال، تمام. الانتيريو ميديال هذا ديب، والبوستيريو ميديال كمان برضو ديب، اللي هم هذا وهذا. هذا انتيريو ليه؟ لانه جهه المانديبل الفك، وهذا البوستيريور جهه الماستويد بروسس. البوردرز في عندنا هذا انتيريور بوردر وهذا بوستيريور بوردر، وهذا اللي موجود هنا هو ميديال بوردر. فاذا هم 3 بوردرز مش كثير مهمين، المهم اعرف السيرفيسز، المهم اعرف السيرفيسز. فاذا هذا هو هي الاجزاء الاساسيه لامين للبارتيد جلاند. بالنسبه للريليشن تاعت المين بارت من البارتيد جلاند، كل هذا الحكي حكينا عن المين بارت، احنا حنحكي عن المين بارت، عن الاكسسوري ما حنجيب سيره الا الاشياء اللي كنا بنحكيها فوق، انه موجود وين موجود بالضبط. موجود على اللاترال سايد للمسيتر، اوكي، سوبرفيشال للمسيتر، فوق الاكس فوق الدكت، هذا هو الاكسسوري بارت. بالنسبه للايبكس، الايبكس مهم جدا جدا جدا، اعرف فيه شغله، اعرف انه الايبكس، الايبكس راح يطلع منه برانشات، برانشات لفين موجود داخل الباروتيد جلاند. طب نصبر، الباروتيد جلاند راح نحكي انه الفين اللي بيعمل لها درينج اسمه ريترو مانديبولار فين. هذا الريترو مانديبولار فين اسمه ريترو، ريترو يعني ورا، ومانديبولار يعني ورا المانديبل، اوكي. هذا الريترو مانديبولار فين راح يكون ماشي ورا المانديبل، ورا الريمس تاع المانديبل جوا الباروتيد جلاند، اوكي. فاذا انا مهم اعرف انه احد الاستراكشرز اللي موجودين عندي داخل الباروتيد جلاند هم الريترو مانديبولار ايش فين، ريترو مانديبولار فين، هذا ماشي ومار من خلالها، مار من خلالها. هذا الفين بالجهه الايبكس وهو نازل باتجاه مين؟ باتجاه الجاجولار فين. هذا هو نازل راح يعطيني تو برانشز، واحد انتيرير واحد بوستيرير، تمام. فبالايبكس بحكي لك الايبكس تاعها ات جيفز باسج تو ذا تو ديفيجن اوف ريترو مانديبولار فين. لو جينا اطلعنا هذا هو الفين ماشي جواتيها، راح يجي يعطيني هذا الانتيرير وهذا عندي البوستيرير، فهذول هم الديفيجنز اوف ريترو مانديبولار فين. هذول من وين؟ من الايبكس طالعين. طيب بالنسبه للبيز، بالنسبه للبيز، البيز قريبه من مين؟ القاعده عاليه، قريبه من الابر بارت، الابر بوردر او الجاب، حكينا شو الجزء العلوي من الجاب، الاكسترنال اوديتيرميتس او الكارتيليجينس بارت من الاكسترنال اوديتيرميتس، كارتيليجينس بارت من الاكسترنال اوديتيرميتس، قناه السمع الخارجيه الجزء الخارجي منها هو ايش؟ هو هو كارتيليجينس بارت، اوكي، والجزء الداخلي هو بوني بارت. المهم نعرف انه الكارتيليجينس بارت اللي له علاقه هون، اند ايش؟ بوستيريور اسبيكت اوف مين؟ تيمبرو مانديبولار جوينت. لو جينا طلعنا على هاي الصوره، هاي هي الكارتيليجينس بارت، وهذا هو التي ام جي اللي هو التيمبرو مانديبولار جوينت. فبالتالي البيس موجوده فعليا، موجوده فعليا جهه الاكسترنال اوديتيرميتس، وموجوده جهه الجوينت الوحيد اللي موجود عندي بالسكال اللي بتحرك، اللي هو مين؟ اللي هو الجوينت اللي ما بين التيمبرال بون وما بين المانديبل، اللي اسمه تي ام جي، تمام. طيب بحكي لك هذا البارت او البارت هذا اللي هو البيز، تمام. البيز هذا راح يعطيني باسج لمين؟ للسوبرفيشال تيمبورال فيزل، سواء كنا بنحكي عن سوبرفيشال تيمبورال ارتري او اوريكيولو تيمبورال نيرف. وهذول مهمات بالنسبه لي. ليش مهمات بالنسبه لي الشغلتين هذول؟ هسه راح نحكي لكم. حكينا احنا من اهم المحتويات، المحتويات تاعت الباروتيد جلاند احفظهم انهم نيرف، اوكي، نيرف عصب، وفين، وارتري، تمام. الفين خلصنا منه، مين هو؟ الريترو مانديبولار فين اللي بالاخر وهو نازل راح يعطيني انتيرير وراح يعطيني بوستيرير جهه الايبكس، تمام. طيب مين الارتري؟ الارتري هو الاكسترنال ايش؟ كاروتيد، الاكسترنال كاروتيد، اوكي، اكسترنال كاروتيد ارتري. هذا راح يكون مار من خلال الباروتيد، من خلال الباروتيد راح يطلع لفوق وراح ينقسم، وهو بداخل، هو بداخل مين؟ وهو بداخل الباروتيد راح يعطيني تو تيرمينال برانشز، اوكي، اللي هم التيمبورال راح يطلع لفوق وراح يعطيني كمان واحد اسمه مسيتر، اوكي، تيمبورال ومسيتر. اهم شيء اكون عارف انه السوبرفيشال تيمبورال هو اللي راح يضل
طالع. فاذا بحكي لك السوبرفيشال تيمبورال فيزل هذا هو برانش لمين؟ هذا برانش للكاروتيد او الاكسترنال كاروتيد اللي موجود بهاي المنطقه داخل الباروتيد جلاند، تمام؟ هذا هو السوبرفيشال تيمبورال. وجنب السوبرفيشال تيمبورال في عندنا اوريكيولو تيمبورال نير. اوريكيولو اوريكال يعني صيوان الاذن، وتيمبورال يعني العظم اللي اسمها تيمبورال، اوكي؟ وهذا الاوريكيولو تيمبورال نير هذا راح يروح يغذي لي الباروتيد جلاند. فالباروتيد جلاند راح تتغذى من ناحيه سنسيشن بالنيرف اللي بيمر من خلالها اللي اسمه اوريكيولو تيمبورال نير، تمام؟ راح تتغذى من ناحيه ارتري اكسترنال كاروتيد ارتري، وراح تتغذى من ناحيه فين؟ من ناحيه فين؟ ريتروماندبولار فين. يعني هم ما مروا فيها لله، هم هي لما سمحت لهم يمروا فيها حكت لهم تعطيني دم وبتاخذ مني دم، اوكي، وبتعطيني تغذيه عصبيه، بتعطيني تغذيه عصبيه. وركز على سنسيشن مش افراز. الباراسمباثيتك راح نحكي عنه، لا، الباروتيد جلاند بيصير عن طريق العصب التاسع. فاذا هاي هي الشغله اللي انا بدي اكون عارفها عن الايبكس. الايبكس حكينا بيعطيني وريدين اللي هم تكسيمه مين؟ ريتروماندبولار. والبيز حكينا هي لها علاقه بالتي ام جي التيمبرومانديبولار جوينت، والشغله الثانيه اللي هي الاكسترنال اوديتري ميتس، وحكينا سوبرفيشال تيمبرال فيزل اللي هو برانش من الاكسترنال كاروتيد اللي راح يكون عندي موجود بداخلها، والاوركيولو تيمبرال نيرف. طيب بالنسبه لللاترال سيرفيس، اللاترال سيرفيس راح يكون ريليتد لمين؟ نطلع على هاي الصوره، الصوره هاي كثير سفاحه، الصوره اللي تحت ممتازه جدا، نكون عارفينها وفاهمينها. عندنا هذا مين؟ هذا هو الماندبل، هذا هو الماندبل الريمس تاع الماندبل، تمام؟ طيب وهنا عندنا مين؟ هذا اللاترال، هذا اللاترال بوردر، وهذا الانتيريو ميديال، وهذا هيك كامل بوستيريو ميديال، فمبين معانا. طيب اللاترال مين عندنا؟ عندنا المين؟ عندنا السكن، وعندنا السوبرفيشيال فاشيا، صح، او السبكوتينيوس تيشو، وعندي الديب سيرفايكال فاشيا، وهي راح نحكي عنها لقدام، الديب سيرفايكال فاشيا، وعندي الباروتيد لمف نود. بعدين راح الاقي مين؟ راح الاقي الباروتيد جلاند، راح الاقي الباروتيد جلاند. فلو جينا بحكي لك اللاترال ريليتد للسكن، للسوبرفيشيال فاشيا، للباروتيد فاشيا. الباروتيد فاشيا هاي راح نحكي عنها لقدام، راح نحكي انها جزء وامتداد لمين؟ الباروتيد فاشيا هي نوعين، في عندي ترو في عندي فولس. راح نحكي انه الباروتيد فاشيا هي فعليا امتداد لمين؟ هي امتداد للديب انفستنج او انفستنج ديب سيرفايكال فاشيا، تمام؟ للانفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فاشيا، احد انواع الفاشيا اللي موجوده عندي بالنك. وعندنا سوبرفيشيال باروتيد لمف نود، ونركز على سوبرفيشيال سطحيات لانه بداخل الباروتيد جلاند جواتيها مش راح اشوف النيرف والارتري والفين، كمان راح اشوف مين؟ راح اشوف الباروتيد لمف نود الداخليات او الديب باروتيد لمف نود، تمام؟ فاذا بالمنطق حكينا اللاترال هو السوبرفيشال، وبالتالي سكن سوبرفيشال فاشيا، باروتيد فاشيا اللي هي جزء من الديب سيرفايكال فاشيا، وسوبرفيشال باروتيد لمف نود. الانتيريو ميديال حكينا ام ماندبل، اي جزء من الماندبل للريمس. الام الثانيه اللي لبرا اللي على الماندبل المسيتر، اوكي، اللي هي احد اهم عضلات الماستيكيشن. والام اللي جوا اللي هي الميديال تيريجويد. لو جينا طلعنا على هاي الرسمه، هاي الميديال تيريجويد، هذا اللي هو الريمس تاع الماندبل، وهاي هي المسيتر. ف 3 ام لازم انا اكون حافظه، هذا انتيريو ميديال. فبحكي لك انتيريو ميديال ريليتد للمسيتر مسل، للريمس اوف ذا ماندبل، للميديال تيريجويد. ات جيف باسج لمين؟ للماكسيلري فيزل. ثواني نتذكر ايش؟ نتذكر شغله مهمه. الشغله المهمه اللي احنا بدنا نكون عارفينها، احنا حكينا انه الاكسترنال كاروتيد، اوكي، الاكسترنال كاروتيد ارتري هذا راح يمر من خلال مين؟ راح يمر من خلال الباروتيد جلاند، وبالباروتيد جلاند راح ينقسم انقسامين، يعطيني سوبرفيشيال تيمبورال راح يطلع من البيز، راح يطلع لفوق، فبالتالي راح يطلع من قاعدتها، وراح يعطيني ماكسيلري فيزل، هذول راح يمشوا بالانتيريو ميديال. ماكسيلري راح يروح يغذوا لي الماكسيلا، الماكسيلا اللي هي جهه الماكسيلا اللي هي الابر بون من الفك، تمام؟ طيب فاذا هاي الشغله انا بدي اكون عارفها، انا كاني حكيت المسيتر فيزل، اوكي؟ لا، هي الماكسيلري فيزل، تمام؟ هي الماكسيلري فيزل، فانا بدي اكون عارف انه الاكسترنال كاروتيد ارتري بنقسم بداخلها وبيعطيني سوبرفيشيال، اوكي، راح يطلع من البيز، وواحد راح يطلع من قدام اللي هو الماكسيلري فيزل، هذول برانشين لمين؟ للاكسترنال كاروتيد ارتري. البوستيريو ميديال ريليتد لمين؟ لو طلعنا هاي البوستيريو ميديال، هذا هو البوستيريو ميديال، هذا مين؟ الستايلويد بروسس، وهذا مين؟ الماستويد بروسس. الماستويد بروسس في حواليه عضلات، ستيرنوكليدوماستويد من برا، وعندنا هون البوستيرير بيلي اوف دايجاستريك. بحكي لك ريليتد لا الماستويد بروسس، الستيرنوماستويد، الستيرنوكليدوماستويد، والبوستيرير بيلي اوف ذا دايجاستريك. يعني بين قوسين الماستويد بروسس والاشياء اللي حواليه. شو الاشياء اللي حوالين الماستويد بروسس؟ هذول العضلات، هذول العضلات، تمام؟
طيب نفس الشيء الستايلويد بروسس. شو الاشياء اللي حوالين الستايلويد بروسس؟ ستايلويد بروسس والستراكشر التوتويت مش داعي احنا نكون عارفينهم، بس اهم شغله اكون عارف انه الستايلويد بروسس سيبريت ذس سيرفيس فروم الكاروتيد شيث اند اتس كونتنت. ننتبه لشغله، هذا هو الستايلويد بروسس وهذا هو الكاروتيد شيث وهذا هو البوردر اللي اسمه بوستيريو ميديال. البوستيريو ميديال مفصول عن الكاروتيد شيث اللي بداخله انترنال كاروتيد وانترنال جدولار فين عن طريق الستايلويد ايش بروسس والاشياء اللي حوالين الستايلويد بروسس اللي فيش داعي نعرفهم. هاي شغله مهمه جدا بالنسبه لنا. بحكي لك شغله اساسيه. احنا حكينا انه في عنا عصب اوكي، وفي عندي ارتري، وفي عندي فين بمروا من خلال مين؟ بمروا من خلال الباروتيد جلاند، وبدي اضيف عصب مهم جدا راح يعطيني البرانشز الخمسه تاعونه في الباروتيد جلاند، الا وهو الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف تمام والاكسترنال كاروتيد ارتري، هذول من وين بفوتوا على الباروتيد جلاند؟ حكينا هم حيفوتوا عليها. من وين بفوتوا عليها؟ بفوتوا عليها من البوستيريو ميديا. فبحكي لك تجيف باسج او انترنس لمين؟ للاكسترنال كاروتيد ارتري وللفيشيال نيرف. للفيشيال نيرف هذا هو اللي مبين عندنا، هذا هو الفيشيال نيرف، هذا هو الفيشيال نيرف راح يجي بداخلها وينقسم الانقسامات المتعدده. بهاي الصوره مبين انا عندي الليفل تاع الاكسترنال كاروتيد ارتري، بس الليفل اللي بفوت فيه الاكسترنال كاروتيد ارتري الباروتيد جلاند بفوت على ليفل واطي تمام، هو بفوت من البوستيريو ميديال بس على ليفل واطي، هذا الليفل عالي، فبالتالي بين عندي الاكسترنال كاروتيد ارتري موجود هيك كانه موجود داخلها، كانه موجود داخلها، بس هو لو نزلنا على ليفل اوطى راح يبين معاك الاكسترنال كاروتيد ارتري وهو بفوت من البوستيريو ميديال. فاذا السيرفيسز مهمات جدا لحتى نعرف الريليشن. من اصعب المواضيع بالباروتيد جلاند هو الريليشن من قدام، او نحكي لاترالي. لاترالي حكينا سكن سوبرفيشال فاشيا ديب فاشيا اللي هي نفسها الباروتيد فاشيا، بعدين انا عندي ليمف نود اوكي، هذا اللاترال سيرفيس، بعدين رحنا عندي الليمف نود اللي هم السوبرفيشال، بعدين رحنا حكينا عن الانتيريو ميديال. انتيريو ميديال مين هم الانتيريو ميديال؟ ام بوستيريو ميديال مين؟ ماستويد بروسس وستايلويد بروسس والاشياء اللي حواليهم. الماستويد بروسس حواليه عضلتين ستيرنوكليدو ماستويد والبوستيريو بيلي اوف دايجاستريك. وحكينا بالبوستيريو ميديال كمان شغله مهمه واساسيه انا لازم اكون عارفها، انه البوستيريو ميديال هو مدخل الاكسترنال كاروتيد ارتري ومدخل الفيشيال نيرف، مدخل هذول الشغلتين فلازم انا اكون عارفهم. طيب بالنسبه كمان مثلا للانتيرير، الانتيرير هو مخرج مين؟ مخرج الماكسيلري فيزل، مخرج الماكسيلري فيزل. طيب هسه بدنا نحكي عن الاستراكشر اللي موجوده داخل الباروتيد جلاند، بنعرفهم وهم نعرفهم وحافظينهم وعارفين كيف بروحوا وكيف بيجوا، ونرجع نحكي عنهم. مين هم؟ حكينا اكسترنال كاروتيد ارتري، حكينا ريترو. ريترو ايش؟ ريترو يعني ورا. مانديبولار فين تمام، ومين كمان؟ وحكينا عندنا النيرفين فيشل نيرف واوريكيولو تيمبولار تيمبورال نيرف تمام. بحكي لك 3 مين ستراكشر فروم سوبرفيشال بالترتيب من برا لجوا. الفيشل نيرف اول شيء النيرف اوكي، بعدين الفين، بعدين ايش؟ الارتري. فهذا من اللاترال للميديال او من السوبرفيشال للديب، من السوبرفيشال للديب. لو طلعنا على هاي الرسمه بتوضح لك هذا الفيشل نيرف داخل من وين؟ من البوستيريو ميديال، وهذا مين؟ هذا الريترو مانديبولار، وهذا الاكسترنال كاروتيد ارتري. فهذول هم الاشياء اللي بتمر، الثلاث اشياء الاساسيه، وهاي هي المسيتر، وهاي هي مين؟ هاي هي الميديال تيريجويد، هاي هي الميديال تيريجويد. لو طلعنا على هاي الرسمه مبين معاي هذا الفيشل فات من ورا واعطاني البرانشات تاعونه، اعطاني البرانشات تاعونه كلياتهم الخمس برانشات تاعونه. بحكي لك هون لو طلعنا على هذا الفين، هذا الفين رح يجي عندي هون فين اوكي، وهون رح يجي فين ثاني يتحدوا مع بعض رح يجي يعطوني الريترو مانديبولار فين. الريترو مانديبولار فين رح يجي ينقسم عند الابكس الى انتيرير والى بوستيرير ديفيجن، الى بوستيرير ديفيجن والى انتيرير ديفيجن. هذا مين؟ هذا الريترو مانديبولار، هذا الريترو مانديبولار. بحكي لك الفيشيال نيرف ات انترز ذا جلاند ثرو البوستيريو ميديال، وقبل شوي حكيناها. ات جيفز الفايف تيرمينال برانشز ويتش ايمرج فروم ذا جلاند ثرو الانتيرير بوردر. الخمس برانشات تاعت الفيشيال راح يطلعوا من قدام من الباروتيد جلاند، من قدام الباروتيد جلاند. بعدين بنروح على الريترو مانديبولار فين، بحكي لك اتس فورم within the gland by union of superficial and maxillary vein. كنا بنحكي انه مين؟ انه الاكسترنال كاروتيد ارتري بداخل الباروتيد راح ينقسم الى superficial artery وماكسيلاري ايش؟ artery، ماكسيلاري artery. طيب هذول السوبرفيشال artery، السوبرفيشال تيمبورال ارتري والماكسيلاري ارتري راح يكون في مقابلهم فينز. هذول الفينز اللي اسمه سوبرفيشال تيمبورال فين
اوكي، والماكسيلري فين راح يجوا يتحدوا مع بعض ويعطوني ريترو مانديبولار، راح يجوا يعطوني ريترو مانديبولار، والريترو مانديبولار راح يجي ات انت ات لوور بارد اوف ذا جلاند باي ديفايدنج انتو انتيرير وبوستيرير ديفيجن بوث ايمرج من وين؟ من اللور اند اوف ذا جلاند اللي هي بين قوسين الايبكس تاع الجلاند، وهذا جبنا سيرته لما حكينا عن الايبكس. هون راح يجي يعطيني انتيرير وبوستيرير، هذول هم اول محتويين. اخر واحد اللي هو الاكسترنال كاروتيد، وحكينا اذر ستراكشر. الاذر ستراكشر اللي هم الديب باروتيد ليمف نود، مش حكينا السوبرفيشيال لما حكينا عن اللاترال، في عندي جواتيها ديب ايش ديب باروتيد ليمف نود، وعندي اوركيولو تيمبورال نيرف هذا راح يروح كمان يغذيها، وهذا حكينا عنه وجبنا سيرته. هذا احد النيرفات اللي بمره من خلال ايش الباروتيد جلاند. نحكي عن الاكسترنال كاروتيد ارتي، هذا بفوت من وين؟ بفوت من البوستيريو ميديال، حكينا بفوت من البوستيريو ميديال وبعمل تيرمينيشن ويذين ذا جلاند بداخلها الى تو تيرمينال برانش. مين هم التو تيرمينال برانش؟ ماكسيلاري وسوبرفيشال تيمبورال. ماكسيلاري ارتري بيطلع من وين؟ من قدام. الماكسيلاري حيمشي للماكسيلا، فبيطلع من الانتيريو ميديال سيرفيس، والسوبرفيشال تيمبورال بيطلع من الابر اند اللي هي نفسها البيز، اللي هي نفسها البيز، وهاي احنا بدنا نكون عارفين. عشان هيك انا شوي ركزت بالاشياء اللي كنت بحكي لكم عنها، المحتويات مهمه، الريليشنز مهمه تاعت الباروتيد جلاند. الباروتيد جلاند هي اصعب جلاند موجوده معنا. طيب بدنا نحكي عن الباروتيد داكت. الباروتيد داكت سريعا طوله 5 سنتي، وراح نحكي عن الباروتيد داكت. الباروتيد داكت 5 سنتي، وراح نحكي عن السب مانديبولار جلاند داكت كمان طوله نفس الشيء 5 سنتي. الباروتيد داكت هذا من وين بيطلع؟ بيطلع من ايش؟ من الانتيريو، من الانتيرير بوردر او الانتيريو ميديال بوردر من الجلاند. ات ايمرج، حكينا طوله 5 سنتي، ات ايمرج فروم الانتيرير بوردر اوف ذا جلاند، راح يمشي فوق المسيتر، بس يعدي الانتيرير بوردر تاع المسيتر راح يبلش يحفر الخد، راح يحفر الخد لحتى يفتح عند السكند مولر توث، وهي النقطه احنا لازم نكون عارفينها. شو هم الاشياء اللي حيفتحها؟ بحكي لك اتباسس فورورد سوبرفيشال للمسيتر مسل، اتبيرسز ذا فولوينج ستراكشر، راح يخترق للاشياء الاتيه سوبرفيشال للديب، ومهم نحفظهم. اول شغله لازم احفظهم من السوبرفيشال للديب، لازم تمام. اول شغله راح يكون عندنا بكل فات اوف باد، هاي اول شغله. بعدين حكينا اف فات، بعدين اف فاشيا، بعدين ام مسل، بعدين ام ميوكوزا، بعدين ام ميوكوزا. ات اوبنز اوبن ا سمول بابلي، وراح نشوفها لتحت، ان ذا فيستيبيول اوف ذا ماوث، وعرفنا الفيستيبيول اوبزيت ذا ابر سكند مولر توث. هذا مين؟ هذا الباروتيد داكت. طوله كم؟ 5 سنتي. طوله 5 سنتي. لو جينا طلعنا هذول هم الطبقات اللي راح يخترقهم. هاي ايش؟ البكل بادوفات، هاي البكل بادوفات، بعدين هاي الفاشيا اللي اسمها بكو فرنجيال فاشيا، ففات فاشيا مسل ميكوزا، مسل ميكوزا. لو طلعنا هنا هاي الباب اللي بيفتح عندها الباروتيد داكت، اوكي، وهذا قبال السكند مولر، السكند مولر، السكند ابر مولر. طب بالنسبه للباروتيد كابسول حكينا لكم الفاشيا، الباروتيد فاشيا كانت هي جزء من مين؟ جزء من الديب سيرفايكال فاشيا، الانفستنج ديب سيرفايكال فاشيا، تمام. بدي اكون عارف انه في عندي ترو فاشيا وفي عندي فولس فاشيا. في عندي فاشيا ملزقه بالباروتيد جلاند، فاشيا ملزقه بالباروتيد جلاند اللي مبين عندنا هون، هاي اللي مبين عندي باللون الاحمر، اللي مبين عندي باللون الاحمر هاي اللي اسمها الترو كابسول، وهاي هي جزء راح ندرسها، هاي جزء من الهيستولوجي، جزء من الهيستولوجي راح نشوف كبسول محوطيت للغدد اللي موجوده، الغدد الصغيره او الاسيناي اللي موجوده عندي داخل الباروتيد جلاند، هاي الترو كبسول. في عندي فولس كبسول، فولس كبسول اللي قبل شوي مرت معانا، اللي او الفولس كبسول او الفولس فاشيا اللي قبل شوي مرت معانا، اللي هي جزء من الانفستنج ديب فاشيا، تمام. فهي بحكي لك ذا جلاند هاز ا ترو كبسول اوف اتس اون دنس كونكتيف تيشو بات اتس اولسو بروفايدد ا فولس كبسول. الفولس كبسول هي الباروتيد فاشيا، وهي المهمه بالنسبه لي، بحكي لك ديرايفد فروم انفستنج ديب فاشيا of the neck. الديب فاشيا تاعت النك اللي هي نفسها السيرفايكال، لما احكي نك هي نفسها سيرفايكال. فورميشن ذا فاشيا ديفايد، لما اجي اطلع على الفاشيا هاي هي الانفستنج لاير اوف ديب سيرفايكال فاشيا، راح تيجي تنقسم الى واحد واثنين، تنقسم الى جزء خارجي اسمه سوبرفيشيال لامينا، والى ديب لامينا اوف ذا فوس كابسول. الديب لامينا هاي راح تروح على الستايلويد بروسس، وراح تروح على التيمبانيك بليت. المهم بالنسبه لي روحتها على الستايلويد بروسس راح تعمل لك شيء اسمه ستايلو مانديبولار ليجامنت، راح يصير فيها ثيكنينج وراح تعمل لك هذا الليجامنت. فبحكي لك الفاشيا ديفايد ات ذا جلاند انتو تو لاميني، لاميني سوبرفيشال سطحيه خارجيه، ولاميني ديب. اللامينا السوبرفيشال
باسز سوبرفيشال للي جلاند، وبتروح بتوصل في مين؟ بتوصل في الزيجوماتيك ارش. مين هو الزيجوماتيك ارش؟ هذا هو الزيجوماتيك ارش، اوكي. فهي راح تروح توصل له للزيجوماتيك ارش، تمام. هذا هو الزيجوماتيك ارش. بحكي لك الديب لاميني باسز ايش؟ ديب للي جلاند، ذا بارت اوف ذس لاميني بتوين ذا ستايلويد بروسيس اند ذا انجل اوف ذا مانديبل، راح يصير لها ثيكنينج وراح تعمل لك ستايلو مانديبولار ايش؟ ستايلو مانديبولار ليجامنت، تمام. فاذا هاي هي الفاشيه. فالفاشيه المهمه بالنسبه الفولس اللي ترو راح نحكي عنها بالهيستولوجي لتحت، تمام. هاي الشغله مهمه بالنسبه لنا. اخر اشياء عندي بالباروتيد جلاند هي السوبرفيشال او مش السوبرفيشال، سيرفيس اناتومي، سيرفيس اناتومي والسبلاي للباروتيد جلاند. الباروتيد جلاند حكينا السبلاي من ناحيه ارتري، الارتري اللي موجود فيها اللي هو الاكسترنال كاروتيد ارتري، من ناحيه فين، الفين اللي موجود فيها اللي هو الريترومانديبولار، من ناحيه نيرف، من ناحيه نيرف السمباثيتك وبارا سمباثيتك، وراح نحكي سنسوري. سنسوري مين؟ النيرف اللي موجود فيها. فاذا موجود فيها، موجود فيها، موجود فيها، بصفي عندي سمباثيتك وبارا سمباثيتك. المهم بالنسبه لي اعرف البارا سمباثيتك، اي بارا سمباثيتك باي بالحياه كلياتها راح يكون في له نيوكليوس موجوده في مكان معين، وين؟ في مكان معين داخل الجسم، وغالبا وين؟ في البرين ستيم، في البرين ستيم، تمام. طيب احنا بنعرف انه الباروتيد جلاند بتفرز سلايفا، فالنيوكليوس النواه اللي حتطلع لك العصب اللي راح يروح يغذي جانجليا تروح تغذي ايش؟ تروح تغذي لك الباروتيد جلاند. الباراسمباثيتك بشكل اساسي يتكون من شو؟ بتكون من اول شيء النيوكليوس، وهي النيوكليوس راح تطلع لك عصب، هذا بسميه ابري جانجليون، ابري جانجليون. بعدين راح يجي عندي هون جانجليا، هاي الجانجليا، تمام. بعدين من الجانجليا راح يطلع عندي عصب يروح يغذي لي الغده، يروح يغذي الغده، تمام. طب انا بدي اكون عارف هذا شو اسمه، وبدي اكون عارف هذا شو اسمه. عندنا هاي شو اسمها؟ هاي الباروتيد جلاند، تمام. بدي اكون عارف شو هاي اسمها الجانجليا، وبدي اكون عارف النيوكليوس هاي شو اسمها. حكينا احنا الباروتيد شو بتفرز؟ بتفرز سلايفا، وبالتالي اسم النيوكليوس سليفتوري نيوكليوس، سليفتوري نيوكليوس لانها بتفرز سلايفا. السليفتوري نيوكليوس في عندي وحده سوبر سوبيريور، سوبيريور علويه، وعندي وحده انفيريور. الانفيريور للباروتيد والسوبيريور لمين؟ للسبانديبولار والسبلينجوال، تمام. من هسه اريح حالي، لما نحكي عن باراسمباثيتك نيرف سبلاي نحكي عن النيوكليوس وعصب، بعدين جانجليا، بعدين عصب ثاني، تمام. اوكي، فاذا انا بدي اكون عارف انه الانفيريور سليفتري نيوكليوس للباروتيد جلاند، السوبيريور سليفتري نيوكليوس للسبلينجوال والسب مانديبولار، تمام. فبحكي لك اول شغله في البرين ستيم، هذا هو البرين ستيم، هاي الانفيريور سليفتري نيوكليوس. بعدين راح يطلع عندنا هذا العصب تاعها، هذا البرانش الباراسمباثيتك مع الجلوسوفارنجيال اللي هو عصب 9، نحفظ عصب 9. اوكي، العصب 9 له برانش اسمه تيمبانيك برانش، راح يروح على تيمبانيك بلكسس. المهم الليسر بتروزل هذا راح يمر من الفورامين اوفال. اهم شغله اكون عارف اسم ايش؟ الجانجليا. اسم الجانجليا شو؟ الاوتيك. يعني كل هاي الطريق اللي مشيناها احنا هاي كلياتها شو؟ كلياتها بري جانجليونيك، قبل الجانجليا. الجانجليا شو اسمها؟ اسمها اوتيك جانجليون، تمام. فاذا العصب شو اسمه؟ جلوسوفارنجيال، جلوسو فارنجيال اللي هو عصب 9. النيوكليوس شو اسمها؟ انفيريور سليفتري نيوكليوس، لانه السوبيريور وين راح تكون؟ راح تكون لقدام معانا. بعدين الجانجليا شو اسمها؟ اسمها اوتيك جانجليا، ومن الاوتيك جانجليا راح يطلع بالاخر عندي عصب اللي هو اوريكيولو تيمبورال نيرف، اوريكيولو تيمبورال نيرف. هذا يعتبر ايش؟ بوست جانجليونيك، يعتبر بوست جانجليونيك، او العصب يعني الباراسمباثيتك راح يمشي مع الاوريكيولو تيمبورال نيرف، مع الاوريكيولو تيمبورال نيرف راح يجي يمشي مين؟ الباراسمباثيتك. هذا هو الاوريكيولو تيمبورال اللي باللون الاصفر، اللي باللون الاخضر الباراسمباثيتك اللي جاي من الاوتيك جانجليون اللي راح يروح على الباروتيد جلاند، تمام، اللي راح يروح على الباروتيد جلاند. فهي هي قصه ايش؟ قصه الباراسمباثيتك. الباراسمباثيتك هو اللي بيحفز السكريشن، بينما لا السمباثيتك بحكي لك، او خلينا نحكي عن الباراسمباثيتك. الباراسمباثيتك هو سكريتو موتور، هو المسؤول عن الافراز. البري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبر الرايز من وين؟ من الانفيرير سيرفيتري نيوكليوس، مش السوبيرير. والله الانفيرير، وهذا سؤال امتحان وكثير بيخربطونا فيه. بعدين جلوسوفارنجيال عصب رقم 9، السب مانديبولار والسبلينجوال راح نحكي عصب 7. Then through one of its branches اللي هو الليسر بتروزال نير، بعدين to synapse في الأوتيك جانجليون، بعدين البوست جانجليونيك راح تروح البوست جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز راح تروح تمشي مع الأوريكيولو تيمبولار نيرف لحتى توصل للباروتيد جلاند. هذا الباراسمباثيتك. بالنسبة للسمباثيتك، السمباثيتك بحكي لك بيطلع من وين؟ بيطلع من بلكسس، حوالين مين؟ حوالين الاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري اوريجينيت فروم سوبيريور سيرفايكال جانجليون. الجانجليون تاعت السمباثيتك موجودة حوالين مين؟ السباينال كورد.
فهذولا اللي راح يروحوا يغذون الباروتيد حوالين العنق اللي اسمهم سيرفايكال جانجليون ترافل الونج البلكسس اراوند الاكسترنال كاروتيد، بعدين بتروح بتوصل الباروتيد جلاند زي ما احنا شايفين هون عندنا من تي 1 هذولا اللي هم السوبيرير سيرفايكال جانجليون. سوبيرير سيرفايكال جانجليون هاي اهم الاشياء اللي انا لازم اكون عارفها. فالشريان عارفينه احنا اوريدي اللي موجود فيها، الوريد موجود وعارفينه، والنيرف سنسيشن الاوريكيولو تمبورال باراسمباثيك. سوبيرير سوبيرير سيرفيتوري خطا، انفيرير سيرفيتوري 9 اوكي اللي مين هو اللي اسمه جروسو فرنجيال، والجانجليون مهم اسمه اوتيك جانجليون. والله هذول اسئله امتحان دائما بتتكرر ودائما بيحبوا يخربطونا بينهم وبين تاعات السبمانديبيولار والسبلينجوال جلاند. تمام، هسه بدنا نحكي عن اخر شغله بالباروتيد اللي هي السيرفس اناتومي. سيرفس اناتومي مهم للجراح، ليه؟ لانه لما يجي بده يعمل عمليه في الباروتيد جلاند بده يجرح في هاي المنطقه، وبالتالي راح يجي يجرح في اماكن معينه. عندنا اربع ارقام انا بدي اكون عارفهم. رقم بحكي لك رقم أربعة في نص الماستويد بروسس، في نص الماستويد بروسس لقدام شوي، فبحكي لك رقم أربعة اللي موجود عندنا هون، بحكي لك هو السنتر تاع الماستويد، بعدين بحكي لك رقم واحد اللي حاط لنا اياه هون، هذا رقم واحد، وين موجود؟ بحكي لك شفتوا هاي المنطقة من شحمة الأذن اسمها تراجس، أوكي؟ قدام التراجس هاي رقم واحد، هاي قدام التراجس، هاي التراجس هون حتكون، هاي هي التراجس، إن فرونت أوف تراجس راح يكون عندنا رقم واحد، بعدين بحكي لك بتنزل نص المسيتر، نص المسيتر احد عضلات الماستيكيشن، هاي اللي موجوده عندنا هون، هاي رقم اثنين، رقم ثلاثه راح تكون شفتوا الانجل اوف ذا مانديبل، هذا الانجل اوف ذا مانديبل 2 سنتي انزل، 2 سنتي انزل، اوكي، وصل بين هذول الاربع نقاط حيطلع معاك المكان اللي حيجي يفتح فيه الجراح ويلاقي الباروتيد جلاند، تمام؟ فبحكي لك واحد ات هيد اوف ذا مانديبل ان فرونت اوف تراجس، قدام التراجس، تمام؟ الاثنين بالسنتر تاع المسيتر، بنص المسيتر، نص المسيتر، ثلاث بلو اند بيهايند الانجل اوف ذا مانديبل باي 2 سنتي، على الايبكس، هذا الايبكس هون برجع 2 سنتي، بحكي لك اربعه ميدل اوف انتيريور اسبكت اوف ذا ماستويد بروسس، هذا الماستويد بروسس هون بنص الامامي، بنص الامامي، بحكي لك الانتيريور بوردر اللي هو هذا، هذا الانتيريور بوردر راح يكون وين موجود الانتيريور بوردر تاعها؟ ريبريزنت الاين اللي موجود 1 2 3، هذا هو الانتيريور بوردر، بحكي لك البوستيريور بوردر راح يكون 3 4 والابر اند راح يكون 1 4، والابر اند راح يكون 1 4. هيك احنا بنكون حكينا عن السيرفس اناتومي لمين؟ للباروتيد جلاند. هسه بدنا نروح نحكي عن السيرفس اناتومي للدكت. السيرفس اناتومي للدكت سهل جدا وبسرعه نحكي عنه، بحكي لك الدكت هذا وين موجود؟ موجود في هاي المنطقه، حيكون بالمنطق فوق المسيتر، ماشي المسيتر هي هون فهو ماشي فوقيها، فراح يكون في هاي المنطقه. بحكي لك بتمد خط من وين؟ بتمد خط من ايش؟ من التراجس، بتمد خط من التراجس وبتروح بتحط الخط هذا في نص الخط اللي موجود، هاي الاله تاعت النوز، هاي الاله تاعت النوز، وهاي الانجل اوف ذا ماندبل، رسمنا خط بينهم بالنص، نص الخط هذا راح امد خط هيك، تمام؟ فاذا انا عندي خطين بدهم يتقاطعوا مع بعض، خط طالع من التراجس رايح لنص الخط اللي ما بين الاله اوف ذا نوز والانجل اوف ذا ماندبل، هذا مين؟ هذا هو الطريق هاي، شايفين الطريق هاي؟ ثلث اللي بالنص هذا هو البارتد داكت، هذا هو البارتد داكت، تمام؟ فهاي هي السيرفس اناتومي للباروتيد داكت. حكينا عن السيرفس اناتومي للباروتيد جلاند، فبحكي لك ريبريزنت باي الميدل ثيرد اوف الاين بتوين البوينت ان فرونت اوف تراجس اند البوينت ميدوي بتوين الالا اوف ذا نوز اند الانجل اوف ذا ماوث. هيك احنا بنكون حكينا عن الباروتيد جلاند. نحكي عن شغله سريعه اللي هي الالتهاب تاع الباروتيد جلاند. الباروتيد جلاند ممكن يصير فيها كانسر، اوكي، زي ما حندرس بالباثولوجي، والباروتيد جلاند ممكن يصير كمان فيها مشكله اللي هي التهاب او ما يسمى مبس النكاف، تمام؟ هذا الالتهاب اللي ممكن يصير في الباروتيد جلاند ممكن يصير عن طريق انه يجي من الماوث باتجاه الدكت، او يصير عندنا اكستنشن بالعكس، يعني من الدكت راح ترجع للباروتيد جلاند، او ممكن عن طريق الدم زي التهاب الممس اللي هو النكاف، تمام؟ طيب الفكرة شو هي؟ الفكرة انه الباروتيد لما تلتهب راح تلاقيها نافخة وراح تلاقيها حمراء زي اي اورجان لما يلتهب. الشغلة الثانية المهمة بالنسبة لنا اللي هي لو صار عندي كانسر في الباروتيد جلاند راح تلاقي العصب السابع اللي موجود داخل الباروتيد جلاند راح يتاثر، وبالتالي راح يصير عندنا يونيلاترال فيشل نيرف بالسي، وهذا هي وهذا هو التطبيق العملي لاشياء تتعلق في الباروتيد جلاند. فبحكي لك باروتيد سيلفر جلاند اند ليجن اوف ذا فيشل نيرف امالجنت تيومر اوف باروتيد از يوجوالي هايلي انفيزيف اند كويكلي انفولفز ذا فيشل نيرف، بياثر على الفيشل نيرف كوزنج يونيلاترال فيشل باراليسيس. وبحكي لك بالنسبه للانفكشن ممكن يكون عن طريق از ريزلت اوف ريتروجريد باكتيريال انفكشن، رجعت الرجوع، او ممكن يكون عن طريق هيماتوجينس عن طريق البلد ستريم زي الممس. بجميع الحالات راح تلاقيها نافخه،
راح تلاقيها بين فول مؤلمه بيكوز الفيشيال كابسول اللي ملزقه عليها از سترونج، وراح تعمل ليميتيشن للسويلنج اوف ذا جلاند، وبالتالي السويلنج اوف ذا جلاند اللي طبيعي يصير خلال عمليه الالتهاب، وبالتالي راح يكون عند هذا الشخص بين، وهذا هو منظر ايش؟ منظر الباروتايتس اللي هو سويلنج او التهاب انفلاميشن في الباروتيد جلاند، التهاب في الباروتيد جلاند. هسه بدنا نروح نحكي عن السبمانديبولار جلاند. السبمانديبولار جلاند تشبه الباروتيد جلاند من ناحيه انها بارتين، بس هاي شو مالها؟ هاي مش بارت مين وبارت اكسسوري، لا هاي إلها بارت سطحي سوبرفيشال اوكي، وهذا الكبير، وفي عندي بارت شو ماله؟ بارت صغير سمول او ديب، تمام؟ وبالتالي بدي اعرف الاسماء. في عندي سوبرفيشال او السطحي او السفلي، تمام، او الكبير، وفي عندي اللي هو الديب السمول، هذا اللي بيجي وين؟ بيجي فوق، تمام، بيجي فوق او الابر بارت. طب بدي اكون عارف شغله اساسيه، سب مانديبولر ليش سميت هيك؟ لانها موجوده في المانديبل في منطقه اسمها سب مانديبولر فوسه، وهي السب مانديبولر حكينا هي عباره عن بارتين، وهذول البارتين واصلين في بعض. اتخيلها هيك، اتخيلها هيك، هذا هو البارت الكبير وهذا هو البارت الصغير، تمام، وهذول البارتين مفصولين عن بعض اوكي، من قدام من هاي المنطقه مفصولين في مين؟ مفصولين في المايلوهايويد، في المايلوهايويد مسل، في المايلوهايويد مسل. فاذا المايلوهايويد هي موجوده عندي في الفلور اوف ذا ماوث وحكينا عنها، المايلوهايويد هيك مايلي موجوده عندي، راح تيجي اوكي، هاي هي المايلوهايويد موجوده عندي في ارضيه الفم، راح تيجي السب مانديبولار جلاند تيجي عليها هيك، تمام، راح تيجي عليها بهذا المنظر. هذا هو هذا هو الديب بارت السمول، وهذا مين؟ وهذا اللي هو السوبرفيشال اللارج، هذا هو السوبرفيشال اللارج. هاي هي بالمختصر المفيد السب مانديبولار جلاند، زي ما نطلع هون هاي هي شكلها هيك، شكلها زي حرف السي، هاي هي المايلوهايويد، هاي هي المايلوهايويد، هذا هو السمول الابر وهذا هو السوبرفيشال الكبير. فبحكي لك البوزيشن اتس فورمد اوف تو بارت، لارج سوبرفيشال بارت لايز في السوبرفيشال تو بين قوسين بلو للمايلوهايويد ايش؟ مسل لاي ان دايجاستريك ايش؟ تراينجل. هذا هو، هذول هم الدايجاستريك، فهو وين موجود؟ موجود في المنطقه هاي اللي اسمها دايجاستريك تراينجل. سمول ديب بارت لايز في الفلور تاع الماوث ديب او بين قوسين فوق المايلوهايويد، هذا هو، هذا اللي هو فوق المايلوهايويد مسل. هاي شغله مهمه اكون فاهمها، اكون عارف انها جزئين وهدول الجزئين، هاي هي المايلوهايويد اللي هي القلم، وهذا هو السوبرفيشال وهذا هو الديب. بحكي لك ذا تو بارتس ار كونتينيوس وذ ايتش اذر along the posterior border of the myelohyoid muscle، هذا هو البوستيرير بوردر تاع المايلوهايويد مسل، وهذول هنا وصلاتهم في بعض، هنا وصلاتهم في بعض، فشكلها زي شكل حرف السي، وهنا عندي المايلوهايويد، هاي هي المايلوهايويد، تمام؟ هذا بالنسبه لمين؟ للسب مانديبولار من ناحيه المكان بالضبط. بالنسبه للشيب والسيرفيسز، الشيب والسيرفيسز انا بدي اكون عارف انه الها انفيرير او سوبرفيشال سيرفيس، الها لاترال سيرفيس، الها لاترال سيرفيس جاي لبرا، والها ميديال سيرفيس. بدي اكون عارف شغله كمان اللي هي كالاتي، بدي اكون عارف انه هاي اللي هي السب مانديبولار جلاند، السب مانديبولار جلاند هذا المانديبل، هذا المانديبل، تمام اوكي، هذا جدار المانديبل، راح تكون هي ملزقه في الجدار تاع المانديبل. ليه؟ لانه في المانديبل نفسه في فسه، هون في المانديبل في عندي فسه ملزقه فيها اللاترال سيرفيس تاع مين؟ تاع البارت الكبير، تاع البارت الكبير، تمام، تاع اللي هو السب مانديبولار. فاذا اللاترال سيرفيس ملزق في المانديبل، بس بينهم راح الاقي في شريان، بينهم راح الاقي في شريان، تمام، هذا لاترالي. طيب ميديالي، ميديالي مين حيكون عندنا؟ ميديالي حيكون عندنا المايلوهايويد بشكل اساسي، المايلوهايويد بشكل اساسي، تمام؟ فهذول الاشياء انا بس بدي اكون عارفها. فعندنا احنا الانفيرير سيرفيس، عندي لاترال سيرفيس وعندي ميديال سيرفيس. الانفيرير سيرفيس لو جينا اطلعنا عليها، هاي هي هاي هي الجلاند، تمام؟ هذا مين؟ هذا هو المانديبل، هذا هو المانديبل، حكينا هذا ميديالي، هذا مين؟ ميديالي. الميديالي راح يكون باتجاه مين؟ الميديالي باتجاه المايلوهايويد مسل، هاي المايلوهايويد، هاي المايلوهايويد، تمام. وعندنا هون لاترالي مين حيكون؟ عندنا المانديبل، لاترالي عندنا المانديبل، حكيت لكم في عندي شريان محشور بينهم اللي اسمه الفيشيال ارتري، وانفيريرلي راح يكون عندي سكن وسب منتال فين، تمام، سكن وسب منتال فين، هذول راح نحكي عنهم لتحت. لو جينا طلعنا على هاي الرسمه، هذول هم السب مانديبولار، هذول الثنتين هم السب مانديبولار، السب مانديبولار المفروض يكونوا ملزقين في المانديبل، بس بينهم هنا في شريان، فالمفروض يكونوا ملزقين في المانديبل بينهم شريان، وهنا راح تكون عندي المايلوهايويد، واحده على اليمين، واحده على الشمال، المايلوهايويد مسل، تمام، المايلوهايويد مسل. طب لو جينا طلعنا على
هاي الصوره يمكن هاي من احسن الصور اللي ممكن نشوفها احنا للسب مانديبولار جلاند. السب مانديبولار جلاند لو جينا طلعنا هاي هي، هاي هي هذا مين؟ هذا السوبرفيشال بارت او اللارج بارت. لو طلعنا هون اللاترالي، هذا اللاترالي، هون عندنا السن وبالتالي هذا المانديبل، تمام. هاي المايلو هايوي وهذا هو الميديال سيرفيس وهذا الانفيرير سيرفيس وهذا اللاترال سيرفيس. فاللاترال سيرفيس من جهه المانديبل والميديال سيرفيس من جهه المايلو هايوي والانفيرير سيرفيس من جهه السكن. وهون المفروض يكون عندنا ارتري اللي هو الفيشيال ارتري، فيشيال ارتري. فبحكي لك الريليشنز للانفيرير سيرفيس، سوبرفيشيال هو نفسه الانفيرير نفسه السوبرفيشيال، اوكي. وبالتالي انا بدي اعرف الانفيرير ريليشنز، نفس الانفيرير نفس اللاترال ريليشنز تاعون البروتيد. وبالتالي سكن سوبرفيشيال فاشيا بلاتيسما هي العضله اللي بتغطي لي كل هاي المنطقه، اوكي. سب مانديبولار لينف نود وانفستينج فاشيا، فنفس اللي كنا بنحكيهم فوق. اتس كروست باي فيشيال فين وسيرفايكال برانش اوف فيشيال نيرف. لو جينا او فيشيال نيرف، لو جينا طلعنا هون، هون انا عندي مين؟ عندي هذا البرانش، هذا البرانش اللي طالع من مين؟ هذا البرانش اللي باللون الاصفر، هذا طالع من وين؟ هذا طالع من الباروتيد جلاند. طالع من وين من الباروتيد جلاند؟ طالع من الايبكس. لما حكينا عن الايبكس تاع الباروتيد جلاند كنا بنحكي انه طالع منه البرانشات تاعون مين؟ ريترو، تاعون الريترو مانديبولار فين، الريترو مانديبولار فين، اوكي. بس انا بدي اكون عارف انه احد البرانشات الخمسه تاعون الفيشيال، مش حكينا الفيشيال بفوت على الباروتيد وبينقسم الانقسامات الخمسه، التحتاني هذا اسمه سيرفايكال. السيرفايكال هذا راح ينزل ويكمل ويمر من تحت مين؟ ويكمل من تحت هاي المنطقه، من تحت من تحت اللي هي السب مانديبولار، السب مانديبولار شو اسمه، السب مانديبولار جلاند، السب مانديبولار جلاند في هاي المنطقه هون راح تلاقي تحتيها. فاذا السيرفايكال برانش اوف فيشيال نيرف والفيشيال فين هذول الكروست باي من تحت، هذول من تحت. طيب بالنسبه للريليشن لللاترال سيرفيس، اللاترال سيرفيس حكينا راح يكون العظم، وما بين العظم والسب مانديبولار جلاند راح يكون في عندنا الارتري اللي اسمه فيشيال ارتري. لو طلعنا على هاي الصوره، هاي الصوره بتبين لك هذا مين، هذا الاكسترنال كاروتيد، هذا الفيشيال ارتري. الفيشيال ارتري بيطلع اوكي بحشر حاله بين العظم وبين السب مانديبولار جلاند، وبعدين بينزل وبرد ايش، يطلع على برا، بعدين بينزل اوكي حينزل ويرد يطلع يمشي على الفك من برا. فهو حيحشر حاله بينه وبين العظم، بين السب مانديبولار جلاند وبين العظم، بعدين حينزل لبرا. فبيحكي لك لاترال ريليشن ريليتد لاترالي لا السب مانديبولار فوسا. لو طلعنا هون، هون في عندي ايش، هذا مايلو هايويد لاين، هون راح تكون ماسك العضله اللي اسمها المايلو هايويد، هون حتكون في مكان الخط الازرق اللي رسمته، هون حتكون ماسك العضله اللي اسمها مايلو هايويد. هنا بهاي المنطقة حتكون قاعدة عندي مين؟ حتكون عندي قاعدة السب مانديبولار جلاند في السب مانديبولار فوسة، وهنا عندي سبلينجوال فوسة موجودة أو قاعدة فيها السبلينجوال جلاند. فإذا في هاي المنطقة حتكون قاعدة مين؟ السب مانديبولار جلاند. فبحكي لك في السب مانديبولار فوسة أوف ذا مانديبل والفيشيال أرتري معلق لوج بتوين إت أند بتوين المانديبل. الفيشيال أرتري حكينا راح يطلع أتسند في الجروف، بعدين ذا بوستيريور إند أوف ذا جلاند، بعدين برد ينزل، بنزل وبيطلع لاترالي حتى يمشي ايش، ديسند لاترال للجلاند بتوين ذا جلاند اند ذا مانديبل تو ريتش البيز اوف ذا مانديبل، لحد ما يوصل للبيز اوف ذا مانديبل، بعدين بيروح بيطلع بيغذي لي الوجي. هذا هو الفيشيال ارتري. فاذا اللاترال عظم زائد الفيشيال ارتري، عظم زائد الفيشيال ارتري، هاي الشغله اللي لازم انا اكون عارفها. شو العظم؟ سب مانديبولار فوسه، السب مانديبولار فوسه اللي تحت المايلو هايويد لاين. بحكي لك الريليشن للميديال سيرفيس، بدي اكون عارف انا انه المايلو هايويد مايلي، المايلو هايويد مايلي تمام، نازله هيك، هاي هي المايلو هايويد. وبالتالي لو جيت اطلعت على السب مانديبولار جلاند هون راح تكون موجوده، فميديالي هاي هي السب مانديبولار جلاند، اوكي. ميديال للسب مانديبولار جلاند، ميديال يعني هذا السيرفيس اللي هو الميديال سيرفيس راح يكون خابط في مين؟ خابط في المايلو هايويد، خابط في المايلو هايويد تمام، اوكي. فلو طلعنا هون هذا ايش، هذا المين بارت، هذا المين بارت وهذا الصغير، هذا الصغير، وهاي هي المايلو هايويد، هاي هي المايلو هايويد. فراح تلاقي انه ميديال ريليشن للمايلو هايويد بشكل اساسي، هاي هي المايلو هايويد، وبالتالي ميديالي ريليشن للمايلو هايويد ايش مسل تمام. ريليشن للديب بارت، الديب بارت الريليشن تاعته الطف واسهل. بحكي لك الديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند لايز بتوين عضلتين اللي هم الهايوغلوسس والمايلو هايويد. الهايوغلوسس والمايلو هايويد هو حيجي بينهم، هذا مين؟ هذا الديب بارت، هذا الديب بارت اللي تخيلناه بالثمب، فهذا حيكون محشور هنا فوقيه، فوقيه
حتكون الايش الهايوغلوسس هون فوقي، حتكون الهايوغلوسس، وتحتيه حتكون مين؟ حتكون اللي هي العضله اللي العضله الاساسيه اللي فصلت بين السوبرفيشال وبين الديب اللي هي المايلوهايويد. فبحكي لك هاي الشغله مهمه جدا انا اكون عارفها، هاي الشغله مهمه جدا انا اكون عارفها. هاي هي الهايوغلوسس، هاي هي الهايوغلوسس، فراح تكون فوقه، وهون عندنا هاي المايلوهايويد، هاي عندنا المايلوهايويد، هذا هو الديب بارت وهذا هو السوبرفيشال بارت، هذا هو السوبرفيشال بارت. بحكي لك مين كمان في لها ريليشن مع مين؟ مع اللينجوال نيرف والسبمانديبولار جانجليون اباف ات. السبمانديبولار جانجليون مهمه بالنسبه لي، ليش؟ لانها هي اللي راح تيجي تغذي للباراسمباثيك للسبمانديبولار جلاند وللسبلينجوال جلاند، فهذول مهمات جدا 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 بالنسبه لي اكون عارفهم ضروري، تمام؟ ليه؟ زي ما حكينا اوتيك جانجليون هون سبمانديبولار جانجليون، سبمانديبولار جانجليون، تمام؟ فهي الشغله انا لازم اكون عارفها، هاي الشغله لازم انا اكون عارفها. هذا هو اللينجوال نيرف، هذا هو اللينجوال نيرف، راح يكون موجود عندنا هذا مين؟ هذا اللي هو الديب بارت، وهذا هو اللينجوال اللينجوال نيرف، تمام؟ بحكي لك اللينجوال نيرف والسبمانديبولار جانجليون موجودين فوقيها، طب مين الموجود تحتيها؟ بدي اكون عارف انه الديب بارت، واركز على هاي الفكره، الديب بارت محشوره بعصب من فوقيها وبعصب من تحتيها، العصب اللي من تحتيها مين هو؟ العصب اللي راح يروح يغذي لي عضلات اللسان اللي اسمه الهايبوغلوسال نيرف، فمن تحت هايبو، هايبو يعني قليل، فنحفظ انه الهايبوغلوسال نيرف هو اللي من تحت مين؟ اللي من تحت الديب بارت من سبمانديبولار جلاند. فاذا عندنا هايبوغلوسال نيرف تحتيها مش مبين بالصور هون، وعندي اللينجوال نيرف والسبمانديبولار جانجليون اللي هو هذا جاي من فوقيها، جاي من فوقيها، تمام؟ هاي هي السبمانديبولار جانجليون، هاي هي السبمانديبولار جانجليون، جاي وين؟ جاي فوقيها، وهذا اللينجوال نيرف، هذا اللينجوال نيرف. بالنسبه للسبمانديبولار دكت حكينا طوله 5 سم زيه زي دكت ايش البروتيد جلاند من ناحيه طول 5 سم، بعرف عنه انه حيفتح وين؟ حيفتح في الفلور اوف ذا ماوث، حيفتح في السب لينجوال بابلي، حيفتح اسمها سبمانديبولار بس والله حتفتح بالسب لينجوال بابلي، ما فيش عندي شيء اسمه سبمانديبولار بابلي، ما في عندي شيء اسمه سبمانديبولار بابلي. فبحكي لك ات ايمرج فروم ديب بارت، بيطلع من وين؟ بيطلع كنا بنحكي الدكت، الدكت تاع الباروتيد بيطلع من الانتيرير بارت او من الانتيرير بوردر، هذا الدكت تاعها من وين بيطلع؟ بيطلع من المكان القريب للفلور اوف ذا ماوث اللي هو مين؟ اللي هو الديب. فلو طلعنا هذا الديب، هذا الديب، هذا هو الديب بارت، راح يطلع لي الدكت، هذا الدكت راح يمشي طوله 5 سم، طوله 5 سم، راح يجي يفتح بالفلور اوف ذا ماوث في هاي المنطقة. بحكي لك ات باسس فورورد على الهايوغلوسس وعلى الجينوغلوسس اللي هم عضلات اللسان، ات اوبنز اون ذا سميت اوف ذا سبلينجوال بابلي على السايد تاعت اللينجوال فرينيولم ان ذا فلور اوف ذا ماوث، وهي الاشياء احنا بنعرفها. وبحكي لك ذا لينجوال نيرف هوكس اراوند ذا دكت. لو طلعنا على هاي الرسمة، هاي الرسمة مبينت لي كيف اللينجوال نيرف جاي ايش؟ بلف حوالين الدكت، هذا هو الدكت، هذا هو الدكت، وهنا عندنا اللينجوال نيرف بلف حوالين الدكت، وهي اسمها ذا لينجوال نيرف هوكس اراوند ذا دكت. فاذا هاي هي الاشياء اللي بتهمني بما يتعلق بالريليشن تاعت الديب بارت للسبمانديبولار جلاند. وحكينا عن مين؟ اهم شغله اكون عارفها، اكون عارف الفكره الاساسيه انه الدكت طالع من الديب بارت، الدكت طالع من الديب بارت، والمايلوهايويد هي اهم عضله بما يتعلق بالديب، بما يتعلق بالديب والسوبرفيشال بارت من السبمانديبولار جلاند. بحكي لك الكبسول للسبمانديبولار جلاند نفس الشيء، هاي هي الكبسول اجت انفصلت، اوكي، واحدة من الانفصالات تاعاتها راح تروح وين؟ راح تروح على المايلوهايويد لاين اللي موجود عندنا هون اللي حتطلع منه المايلوهايويد مسل، تمام؟ والثانيه راح تيجي تنزل على المانديبل من تحت، على المانديبل من تحت، على الانفيرير سيرفيس اوف ذا جلاند، على البيز اوف ذا مانديبل، على قاعده المانديبل. فبحكي لك ديرايفد فروم انفستنج ديب فاشيا اوف ذا نيك ات ذا جلاند ديفايدز انتو تو لاير. لما تقرب من الجلاند حتنقسم لطبقتين، طبقه على بتغطي لك الجزء السفلي من من الغده، راح تروح تمسك في البيز اوف ذا مانديبل، والثانيه راح تروح ديب للجلاند وتمسك في المايلوهايويد لاين. والمايلوهايويد لاين شفناها في الصوره تاعتي، الفك هو اللاين اللي حتطلع منه العضله اللي اسمها مايلوهايويد مسل، اللي اسمها مايلوهايويد مسل، تمام؟ طيب شو بالنسبه للسبلاي تاع السبمانديبولار جلاند؟ نعرفهم نكون عارفينهم. بحكي لك البلد سبلاي فيشل ارتري وفيشل فين، لمف نود سبمانديبولار ايش؟ لمف نود سبمانديبولار لمف نود، هناك كانت باروتيد لمف نود، تمام؟ النيرف سبلاي سنسوري برانش من اللينجوال نيرف، واللينجوال نيرف حيجي ويلف حوالين الدكت تاعنا وما يعطيناش شيء، لا ممنوع، اوكي؟ زي ما كان هناك السنسوري اوريكيولو تمبورال نيرف، اوريكيولو تمبورال نيرف، هون عندنا مين؟ اللينجوال نيرف، عندي هون اللينجوال نيرف، الباراسمباثيك، الباراسمباثيك مين؟ النيوكليوس، النيوكليوس هي السوبيريور سليفتري نيوكليوس. نحفظ
الاس اللي هي السبلينجوال والاس السبمانديبولار النيوكليس تاعتهم بالاس اللي هي السوبيريور سليفاتري، تمام؟ سوبيريور سليفاتري مش انفيريور. فالنيوكليس هاي راح تطلع بري جانجليونيك عن طريق العصب السابع محمل بالكوردا تيمباني. الكوردا تيمباني اللي جبنا سيرتها بالتيست، جبنا سيرتها في المحاضره الماضيه لما حكينا عن التيست، تمام؟ فهي الشغله انا بدي اكون عارفها. بعدين راح نروح على جانجليا، جانجليا جبنا سيرتها. جانجليا مش اوتيك جانجليا، اوتيك جانجليا هذيك في البروتيد. هون الجانجليا شو اسمها؟ اسمها سب مانديبولار جانجليا. راح تروح تغذي لك، تطلع لك اعصاب، تغذي لك السب مانديبولار اليمين والشمال والسبلينجوال اليمين والشمال. انا عندي ثنتين سبمانديبولار جانجليا. فبحكي لك الباراسمباثيتك، لو جينا طلعنا عندنا هون السوبيريور سلفيتري نيوكليس، هذا العصب السابع. من العصب السابع راح نروح نمشي مع مين؟ الكوردا تيمباني نيرف. راح يجي الكوردا تيمباني يمشي مع اللينجوال نيرف، تمام؟ ومن اللينجوال نيرف راح نروح على السبمانديبولار جانجليون، وبعدين راح نروح على السبلينجوال جلاند، وراح نروح على سبمانديبولار جلاند. بالنسبه بالنسبه للسمباثيتك، السمباثيتك نفس الشيء، تي 1 سيجمنت اوف ذا سباينال كورد سوبيريور سيرفايكال، نحفظ سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون. فبحكي لك الباراسمباثيتك اللي بري جانجليونك، باراسمباثيتك فايبر الرايز اللي بالاسود سوبيريور سيرفيتري مش انفيريور، وفيشيال نيرف ذن ثرو كوردا تيمباني نيرف اللي بيعمل جوين لللينجوال نيرف. بعدين بحكي لك ذا فايبر ريتشز السبمانديبولار جانجليون ثرو ذا لينجوال نيرف تو ريلي ان ات، اوكي؟ بيروح بفوت في الغده نفسها البوست جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز، هيك بتكون وصلت الجلاند. السمباثيتك ريتشز ذا جلاند فروم البلكسس اراوند الفيشيال ارتري، اراوند الفيشيال ارتري. مش ايش الفيشيال ارتري؟ مش الاكسترنال كاروتيد، هون الفيشيال ارتري بس السيرفايكال نفسه، السيرفايكال سمباثيتك جانجليا بس لمين؟ الفايبرز هذول بيلفوا حوالين الفيشيال ارتري مش حوالين الاكسترنال كاروتيد ارتري زي البارتيد جلاند، تمام؟ طيب هسه بنروح نحكي عن السبلينجوال. سبلينجوال سريعه وسهله. السبلينجوال انا بدي اكون عارف انها وين موجوده. موجوده في الفلور اوف ذا ماوث، وكان في عندي فولد لما رفعنا اللسان، كان في عندي شيء اسمه سبلينجوال فولد. سبلينجوال فولد هو عباره عن اليفيشن في الميكوزا بفعل السبلينجوال ايش جلاند. والسبلينجوال جلاند زي حبه اللوز، والسبلينجوال جلاند موجوده في المانديبل في سبلينجوال فوسه. سبلينجوال فوسه والسبلينجوال جلاند مين اللي بيغذيها؟ باراسمباثيك اللي بيغذيها السوبيريور سيلفيتري عن طريق الكوردا تيمباني عن طريق السمباثيك جانجليا. زيها زي مين؟ زيها زي اختها. من ناحيه الدكت، من ناحيه الدكت لها اكثر من دكت، هذول كلياتهم بيفتحوا في الفلور تاع الماوث. من ناحيه سكريشن ومن ناحيه حجم، السبلينجوال هي اصغر وحده فيهم. السبلينجوال افرازاتها ميوكس، افرازاتها ميوكس، تمام؟ افرازاتها ميوكس. هذا بما يتعلق بشو؟ هذا بما يتعلق بالسبلينجوال. بحكي لك هي السمولست اوف ذا ميجر ثري سليفري الموند ان شيب، هاي هي الموجوده عندنا هون مش هون. هذول البابلي، هذول البابلي حيكونوا موجودين هون اللي هون، هذول حوالين الفرينيولم. انا بهمني هذول اللي هم الاليفيشن اللي اسمهم سبلينجوال فولد. بحكي لك ات لايز ديب للميوكس ممبرين، تحت الميوكس ممبرين اوف ذا فلور اوف ذا ماوث اللي هو السبلينجوال فولد، تمام؟ طيب هاي عندنا شو؟ هاي عندنا المايلوهايويد، هذا اللي هو الديب بارت. وعندنا هون مين؟ عندنا هون هاي السبلينجوال. سبلينجوال الدكت تاعونها فاتحين في الفلور تاع الماوث، في الفلور تاع الماوث. It lies in contact with the sublingual fossa of the mandible. شفناها السبلينجوال فوسه هي ديبريشن موجوده على الفك، اوكي؟ موجوده على الفك فوق المايلوهايويد بون، تمام؟ بينما السب فوق المايلوهايويد لاين، بينما السب مانديبولار فوسه موجوده تحت المايلوهايويد لاين. بحكي لك ميديال تو ات راح الاقي الجينوجلوسس مسل، الجينوجلوسس مسل راح تكون طالعه وراح تكون هي ميديال الها. هاي الصوره هذا هو المايلوهايويد، وهاي السب لينجوال فوسه، وهاي ايش؟ السب مانديبولار فوسه، وهذا المايلوهايويد لاين، تمام؟ فبحكي لك هي ميديال لمين؟ لا ميديال لها راح يكون عندنا الجينوجلوسس. الجينوجلوسس اللي هي المسل اللي طالعه من المانديبل وراجعه باتجاه واحده على اليمين واحده على الشمال، رايحه باتجاه اللسان with the submandibular duct اللي هو الدكت تاع مين؟ الدكت تاع السبمانديبولار جلاند واللينجوال نيرف اللي كان بلف حوالين الدكت ان بتوين ذيم. بحكي لك السبلينجوال دكت هم حوالي 15 دكت بيفتحوا في التوب تاع السبلينجوال فولد زي ما احنا شايفين هون. هذول هم الدكت تاعون السبلينجوال، هذول هم الدكت تاعون السبلينجوال. من ناحيه ارتريز لينجوال ارتري، من ناحيه ارتري لينجوال ارتري. وبحكي لك الفين اكومباني الارتري، في عندنا فينز اوريدي ماشي مع الارتري. من ناحيه نيرف سبلاي نفس الشيء، بحكي لك السنسوري لينجوال نيرف والباراسمباثيتك زي السبمانديبولار، حكينا من السوبيريور سليفيتري نيوكلياي
السب مانديبولار جانجليون اللي موجود عندي هون، راح تروح تعطيني السبلينجوال، راح تعطيني السب مانديبولار. هسه بدنا نروح نحكي عن الهيستولوجي. اخر موضوع معنا هو الهيستولوجي تاع السليفري جلاند. الهيستولوجي تاع السليفري جلاند بتعلق بشو؟ بتعلق بطبيعه الغده نفسها. الغده ممكن تكون بتفرز سرس، وممكن الغده نفسها شو بتفرز؟ ممكن الغده نفسها تفرز ميوكس. بتفرز ميوكس يعني افرازاتها لزجه. هسه حتى انا كغده افرز، بالتالي انا بدي شيء اسمه مايو ابيثيليال. هذا المايو ابيثيليال عباره عن نوع معين من الابيثيليوم، فيه ايش؟ فيه كونتراكتايل فايبرز راح تساعدني بالافراز. هسه احنا كخليه سرس، خليه بتفرز سوائل اكثر من ما هي بتفرز اشياء ثك سميكه، راح يكون حاجتها للعضلات اوكي راح تكون اقل. وبالتالي بحكي لك مثلا الباروتيد جلاند بنعرف انه افرازاتها سائله اوكي، وبالتالي الباروتيد جلاند راح تكون بتفرز لي سرس. الباروتيد جلاند راح يكون فيها المايو ابيثيليال راح يكون قليل، المايو ابيثيليال راح يكون قليل. على عكس مين؟ السبلينجوال. السبلينجوال بحكي لك تفرز لك شو؟ تفرز لك ميوكس، تمام؟ افرازاتها ثيك لزجه. الافرازات الثيك هاي راح تكون طالعه من شو؟ من نوع من انواع اللي هو الاسيناي اللي اسمهم ميوسينس، تمام؟ هذول بدهم ايش؟ بدهم مسلز كثير حواليهم، بدهم مايو ابيثيليال حواليهم كثير عشان يعمل كونتراكشن ويطلع لك الاشياء اللي موجوده او الافرازات اللي موجوده في داخل هاي الدكت، في داخل هاي الجلاند. بشكل عام اي جلاند من السليفري جلاند تقسم الى ستروما اللي هو الهيكل الحشوه والهيكل، وفي عندنا البارينكايما. البارينكايما هي النسيج الاصلي اللي مسؤول عن الافراز. الستروما هي عباره عن شو؟ عباره عن كونكتيف تيشو كبسول، الكبسول اللي حكينا عنها مين هي؟ الترو كبسول. وبحكي لك ما بينهما راح يكون عندنا ايش؟ سبتا. فلو طلعنا الستروما في عندي هون كبسول، هاي الكبسول تمام، هاي كبسول، هاي هي وحدة البناء لمين؟ للغدة اللعابية، تمام؟ أنا عندي كبسول، عندي سبتم فاصل لي ما بين الكبسول، وعندي إيش؟ ما بين كل إيش؟ كل بارت من اللوبس، فهذا كامل كامل، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه لوب. اللوب مقسم عن طريق السبتم، عن طريق السبتم إلى لوبيول. فإذا أنا عندي لوبيولز، يعني عندي الوحدة البنائية هي اللوبس. اللوبس هاي مقسمة عن طريق السبتم إلى لوبيول، إلى لوبيول، تمام؟ بداخل اللوبيول شو عندي؟ بداخل اللوبيول عندي السكريتري أسيناي. سكريتري أسيناي بالثلاث أنواع، سرس، ميوكس، وفي عندي نوع ميكست بيجي بين. بعدين هذولا اللي هم السكريتري أسيناي راح يطلعوا لي السوائل هذولا عن طريق الدكت سيستم، والدكت سيستم هو نوع من أنواع الإبيثيليوم. بالآخر راح يطلع عندي دكت كبير اللي هو الدكت اللي إحنا بنعرفه. فإذا التقسيم الأساسية عندي أنا لوب، عندي لوب، هذا اللوب محوط في كبسول، تمام؟ ومفصولات اللوبس عن بعض بشو؟ أو بداخل اللوبس، اللوبس مقسم عن طريق السبتم إلى لوبيول، إلى لوبيول، أوكي؟ بداخل اللوبيول عندي الأسيناي، الأسيناي ممكن يكون اللي اسمه سكرتري أسيناي اللي بيفرز لي، ممكن يكون سرس، ممكن يكون ميوسينس أو ميوكس، بيفرز لي ميوكس، تمام؟ وميكس. وآخر شغلة اللي هي الدكتال سيستم، تمام؟ هذا من ناحية شو؟ من ناحية إيش؟ من ناحية هيستولوجي، تكوين أساسي حكينا ستروما وبارينكايما. هسا بدنا نحكي عن ثلاثة أنواع الأسيناي، ثلاثة أنواع الأسيناي. أول واحد اللي هو السرس أسيناي. سرس إنس أسيناي هذا بفرز لي مي، بفرز سوائل، بفرز مي، ما بفرزش ميوكس، مش ثك الإفرازات، فبالتالي المسلز اللي موجودة فيه قليلة. هذا مثال على الهيستولوجي اللي موجودة داخل الباروتيد جلاند. فلو أخذت عينة من الباروتيد جلاند راح ألاقي سرس وفقط سرس، تمام؟ بحكي لك السكريشن ووتري، وهذول الووتري راح يكونوا ريتش في السولت وفي الدايجستيف انزيمز. السايتس في الباروتيد وبالسب مانديبولار. جبنا سيرة السب لينجوال اللي موجود فيها الميوكس، مش السرس، الميوكس، تمام؟ بحكي لك الاستراكشر لو طلعنا عليهم، الشكل من ناحيه الشكل راح تكون سمول وراوندد وذ نارو لومن. اللومن تاعهم راح يكون ضيق، وشكلها ايش؟ شكلها دائري. الخلايا اللي موجوده شكلها هرمي، هاي الخليه شكلها هرمي. فاللايننج سيل حكينا بيراميدال ان شيب. طب بالنسبه للنواه، النواه بحكي لك شكلها راوندد دائري، وبتكون موجوده قريبه من البيز، قريبه من البيز، وحوالين البيز من برا زي ما احنا شايفين في عندي خلايا. هذول الخلايا هم المايو ابيثيليال، وبكون عددهم فيو، قليلات. ليش قليلات؟ لانه انت قاعد بتفرز مي، والمي بتطلع بكل سهوله، فش داعي اجيب عضله كثير كبيره، او ما بدي اكثر من المايو ابيثيليال لحتى اساعد في السكريشنز او الافرازات
الإجلانت اللي فيها سرت. بالنسبة للسيتوبلازم بحكي لك البيزل سيتوبلازم رح يكون ريتش في شو؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. ليش ريتش في الرف اندوبلازميك ريتيكولم؟ الرف اندوبلازميك ريتيكولم هاي وين هاي شو وظيفتها؟ هاي رح تساعدك بإفراز البروتينات. احنا حكينا فيها دايجستيف انزيمز، فيها ووتر وفيها دايجستيف انزيمز، وبالتالي هذول الانزيمات بدهم رف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هم عبارة عن بروتينات، بدهم رف اندوبلازميك ريتيكولم لحتى ينفرزوا. فعشان هيك هاي لازم يكون فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم كثيرة. تمام اوكي. بحكي لك لو طلعت على الايبكس راح تلاقي في عندك جرانيولز، الجرانيولز هاي راح يكون مخزن فيها السلايفر، راح يكون مخزن فيها اللعاب. شو اسمها؟ اسمها زايموجين جرانيول، زايموجين جرانيول اللي شايفينهم هنا عندنا بهاي الصوره على شكل نقاط، على شكل نقاط. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسيرس اسيناي. سيرس اسيناي، سيرس اسيناي راح تكون بهذا المنظر. نواتها دائريه، نواتها دائريه اهم شغله، وشكلها كلياتها دائري، سمول وراوندد وذا نارو لومن. نارو لومن بتكون موجودة في الباروتيد بشكل أساسي وبالسبمانديبيولار. الميوكس، الميوكس أسيناي هاي بتكون بس موجودة وين؟ بتكون موجودة في السبمانديبيولار وفي السبلينجوال فقط، يعني السبلينجوال بس فيها شو؟ بس فيها ميوكس. فبحكي لك سكريشن ميوكس جلايكوبروتين، فبالتالي راح تكون شو؟ لزجة تولبريكيت البولس حتى يعني تطري لك اللقمة، تفاسيليتيت السولوينج حتى تسهل لك البلع. بالسبلينجوال وبالسبمانديبيولار وبالماينر سيلفر جلاند في عندنا ميوكس اسيناي. الشيب بيكون شكلها سيلندريكال، سيلندريكال على شكل اسطواني تيوبيولز rather than اسيناي، مش زي هذيك اللي هي بتكون دائريه with wide lumen. هذا اللومن تاعها كبير من ناحيه الخلايا، الخلايا ميوكسل وبتكون كيوبويدال. ميوكسل ليه؟ لانها بتفرز ايش؟ ميوكس، وبتكون كيوبويدال مكعبه الشكل. النيوكليوس فلاتند، مش دائريه، مش دائريه لا، بتكون فلاتند. لو طلعنا عليها هون فلات راح تكون الخلايا فلات. تمام. ليش؟ لانه السكريشنز اللي موجوده في الخليه فيك هذولا راح يتفشوا لي النواه، والنواه راح تصير فلات، وبالتالي انا راح اشوف فلاتند النواه. بالنسبه للسيتوبلازم راح يكون بيل، السيتوبلازم راح يكون بيل فاتح او فاهي، مش زي هذا لو طلعنا عليه السيتوبلازم مليان، السيتوبلازم لونه زهري بينما هنا طلعوا كيف فاتح عندي. بحكي لك بيل وفاكيوليتد سيتوبلازم از ايش؟ الكونتنت اوف الابيكال جرانيول ديزولف ديورينج البريبريشن اوف اتش اند اي، احد انواع الستينز اللي انا بستخدمه. بحكي لك المحتويات هاي شو بصير فيها، بتذوب مع مين؟ مع الصبغه هاي. المايو ابيثيليال سيل عددهم ايش؟ عددهم كثير، النيوميروس ان نمبر. المايو ابيثيليال سيل لو جينا طلعنا عليهم راح يكونوا محوطين لياها بشكل كبير، بشكل كبير اللي هم المايو ابيثيليال سيل حيكونوا محوطينها بشكل اكبر من مين؟ بشكل اكبر من السيرس، بشكل اكبر من السيرس. لو حكينا عن الميكس اسيناي، الميكس اسيناي هاي راح تكون وين موجوده؟ راح تكون موجوده في السب مانديبولا وشويه بالسب لينجوال سيلفري جلاند. سبلينجوال نحفظ السبلينجوال موجود فيها بشكل اساسي الميوكس، الميوكس اسيناي، الميوكس اسيناي. فبحكي لك هون اوكي، بحكي لك هون الشيب والستراكشر ات ابيرز از ميوكس اسيناس وذ ا كاب اوف سيرس سيل. لو طلعنا على الخلايا هاي هي الخلايا اللي نواياها فلات واللي من جوا فاضيه. تمام. وعندي هون لو طلعت هون راح الاقي شكل هلال مجموعه من الاسيناس سيل. تمام. هذول هم ايش؟ السيرس ديمليول اوكي، اللي هم نفسهم السيرس سيل. هذول السيرس سيل راح يجوا يعملوا لي شكل هلال، وبالتالي راح اسميهم ديمليون اوكي. ديمليون يعني هلالي، يعني هلالي. وسيرس لانه الخلايا سيرس، لانه الخلايا سيرس. فاذا راح يكون عندنا بالميكس راح تكون عباره عن دائرتين، دائره اللي جوا هاي راح يكون فيها الميوكس، والدائره الخارجيه طرف هيك هلالي راح يعمل لي شيء اسمه سيرس ديمليونز. ديمليونز بحكي لك بوث سيل بور ذير سكريشن انتو ذا لومن اوف ذا سينس. بالاخر كلاتهم راح يجوا يفرزوا لي بالنص، بالاخر راح يجوا يفرزوا بالنص بالسنتر تاع مين؟ بالسنتر تاع الاسينس، بالسنتر تاع الاسينس. بحكي لك بالنسبه للمايو ابيثيليال سيل، حكينا المايو ابيثيليال سيل بالسيرس راح تلاقيها قليله، بينما راح تلاقي المايو ابيثيليال سيل بالميوكس راح تلاقيها كثيره. بحكي لك ات فاوند بتوين البيزل لاميني اند ذا بيزل سيرفيس اوف ذا سكريتري ايش سيل. يعني لو جينا طلعنا على هاي الخلايا، هذول هم الخلايا هاي السيرس بيراميدال والنواه دائريه، وهنا عندنا زايموجين جرانيول. تمام. هنا حيكون عندي ايش؟ المايو ابيثيليال. فالمايو ابيثيليال راح يكون عندي البيزل لاير تاعتها، وراح يكون هنا عندي البيزا اللاميني، هنا راح تكون عندنا البيزا اللاميني، فهي محشوره في هاي المنطقه. بحكي لك ذي ار فلاتن سيل
مفروضة and extend several contractile processes. فيها إيش؟ contractile processes، أشياء أو زوائد طالعة منها، هذول هم السيتوبلازميك أو contractile processes بيكونوا طالعين منها، الهدف منهم إنهم يعملوا contraction. بيحكي لك their activity is important لنعمل moving the secretory product في الـ في الـ من الجلاند، يعني من الأسيناي لبرا through the duct، لبرا through the duct. آخر موضوع تقريبا رح نحكي عنه اللي هو اللي بحكي لي عن الدكتال سيستم. لما أحكي دكتال سيستم أنا قاعد بحكي عن الدكت اللي موجودة عندي أو كيف يتكون الدكت. إحنا عندنا أسيناي، الأسيناي حتكون محوطة في شو؟ الأسيناي هي عبارة عن الخلايا، سواء كنا سرس بنحكي سرس أو كنا بنحكي عن ميوكسل، هذول كلياتهم رح يجي يفرزولي داخل الأسينس، والأسينس رح تيجي تفرز محتوياتها وتجمعهم عن طريق الدكت بالاخر لحتى نوصل للميجر دكت. للميجر دكت لو جينا بدنا نرجع في الدكت سيستم بالعكس، اول شغله انا عندي لو جيت بدي ارجع فيهم، عندي اول شغله المين اكسكريتوري دكت اللي كنا بنحكي عنهم من الدكت تاع البروتيد، الدكت تاع السبمانديبولر او تاع السبلينجوال. هذا بيكون لايند باي شو؟ هذا بيشبه الميكوزا تاعت الاورال كافيتي اللي هو نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ات ايش از ات اوبن في الاورال كافيتي. هذا مين؟ المين اكسكريتوري دكت. لما نرجع راح نبلش نرجع من استراتيفايد، راح يبلش يتحول النسيج من استراتيفايد لحد ما اوصل للكيوبويدال او الكولومينر اللي موجود عندي بشكل طبيعي داخل الاسيناي. تمام. طيب احنا حكينا اول شغله انا عندي شو؟ عندي المجموعه الكبيره لوبس، اوكي، يعني انا عندي لوبس، فبالتالي راح يكون عندي دكت ما بين اللوب اسمهم انترلوبر، انترلوبر. تمام. بعدين بداخل اللوب في عندي لوبيول. تمام. بداخل اللوب عندي لوبيول، بين اللوبيولز راح يكون عندي انتر لوبيولر، اوكي، انتر لوبيولر. شو يعني انتر؟ يعني بين. تمام. لوبيولر يعني بين اللوبيول، وجوا اللوبيول الواحد راح يكون عندنا انترا لوبيولر، اوكي، انترا لوبيولر. فبالتالي لو بدي ارجع فيهم رجوع، اول شيء عندي المين دكت، عندي المين دكت، بعدين عندي دكت ما بين مين ومين؟ ما بين اللوبس، اللوبس، اوكي، اسمه ايش؟ اسمه انتر لوبر اكسكريتوري دكت، هذا لاين باي ستراتيفايد كولومينر ابيثيليوم. تمام. بعدين انتر لوبيولر، بعدين ايش؟ انترا، انترا لوبيولر، انترا لوبيولر. الانتر لوبيولر هذا راح يكون شو؟ ما بين اللوبيول، اوكي، داخل اللوب الواحد ما بين اللوبيول. The duct located within the connective tissue septa، داخل السبتة، between the lobule، between، اسمه انتر، انتر يعني بين، انترا يعني داخل، انتر between، between اللوبيولز it's lined by stratified cuboidal epithelium. فكنا squamous، بعدين columnar، بعدين stratified ايش؟ كيوبويدال ابيثيليوم. نرجع على مين؟ على الاشي اللي حنحكي عنه شوي اللي هو الانترا لوبيولر. الانترا لوبيولر في عنا جزئين، في عنا انتر كاليتد دكت وفي عنا سكريتري استرياتد دكت. تمام. الانتر كاليتد دكت هاي اللي موجوده مباشره عند الاسيناي، فبيحكي لك ذا دكت ذا سكريتري اسيناي امتي انتو ات، يعني مباشره راح تلاقي الاسيناي بتفتح وين؟ بتفتح في الدكت اللي حكينا عنه اللي اسمه انتر كاليتد دكت. الاسيناي مباشره راح تيجي تفتح في الانتر كاليتد دكت، هذول هم الانتر كاليتد دكت. بعد الانتر كاليتد دكت راح نروح نحكي عن الاسترياتد دكت، وهذول كلاهما اسمهم انترا لوبيولر دكت. فبيحكي لك سكريتري استرياتد دكت ذا دكت ذات سيفرال اوف انتر كاليتد دكت جوينت to form it. يعني الانتركليتد دكت راح يتجمعوا مع بعض، راح يعطوني سكريتري استرياتد دكت، هذول كلياتهم راح يعملوا لي انترلوبيولر. الانترلوبيولر مع بعض راح يجوا يتحدوا يعطوني بالاخر اللي هو الانترلوبيولر، والانترلوبيولر مع بعض كمان هذول راح يروحوا يعطوني ايش؟ انترلوبر، والانترلوبر مع بعض راح يجوا يعطوني المين اكسكريتري دكت. بحكي لك شو الاستراكشر تاع الاسترياتد دكت اللي هو هذا سكريتري استرياتد دكت. هذا راح يكون كولومينر سيل هاف ماني انفولدنج اوف ذير بيزل ميمبرين، بس اهم شغله اكون عارف انه له علاقه بافراز الصوديوم والكلورايد. فبحكي لك it modified the composition of the saliva by sodium molecule reabsorbed when certain growth factor and digestive enzyme are added. فبيأثر على تركيب السلايفا. هذا وظيفه مين؟ وظيفه الكولومينر، لانه قادر على الافراز. الكولومينر بيأثر على السكريشن. وبحكي لك هذا بيكون لونجتودينالي ليش مطاول؟ بيكون لانه فيه ايش؟ ميتوكوندريا مطاوله، لانه بيكون فيه ميتوكوندريا مطاوله. هذا بالنسبه للدكت. فالدكت انترا لوبيولر، وحكينا انتركليتد والسكريتري استرياتد دكت، هذول من ضمن الانترا لوبيولر، بعدين انتر لوبيولر، بعدين انتر لوبر، بعدين اللي هو المين اكسكريتري دكت اللي بيشبه من ناحيه التركيب، من ناحيه التركيب او من ناحيه الاستراكشر تاع الهيستولوجي او النسيج
الستراتيفايد اللي هو سكويموس ابيثيليوم النون كيروتينايز نفس الميكوزا تاعت الاورال كافيتي. هاي مقارنه ما بين الجلاند كلياتهم. لو جينا بدنا نحكي عن البارتيد جلاند حكينا هي برانشد اسينر جلاند، الكبسول تاعتها والسبتا ثيك، السكريتوري اسيناي 100% سيرس اسيناي، فبالتالي المايو ابيثيليا راح تكون قليله، السلايفا تاعت البارتيد سيرس ووتري، وبحكي لك الكونكتيف تيشو كونتين بلازما سيل والليمفوسايت، هذول راح يفرزوا لك اي جي اي وراح يكون لهم دخل بالوظيفه المناعيه في الاورال كافيتي. الشغله الثانيه بحكي لك السب مانديبولار جلاند برانش تيوبيولو اسينر. تيوبيولو اسينر لما اسمع كلمه تيوبيولو جاي على شكل تيوبيول يعني ميوكس، تمام، مودريتلي ثيك الكبسول والسبته، تمام، وسكريتوري اسيناي 80% سيرس و20% ميوكس، والمايوبيثيليا المدرك. بينما هنا راح نلاقي المايوبيثيليا النيوميرس راح نلاقي السرس قليله، راح نلاقي الميوكس كثيره، الكابسول ثين والتيوبيولو ايش اسينر جلاند. بالنسبه للسلايفا من السب مانديبولار سر ميوكس، هنا راح تكون ميوكس بشكل اساسي، ميوكس بشكل اساسي. بحكي لك الخلايا ذات فورم ذا سرس ديمليولز ان ذا سب مانديبولار جلاند سكريت اللايزوزايمز، وهذول اللايزوزايمز بيساعدوني في الوظيفه المناعيه، بالوظيفه المناعيه. بعدين بحكي لك الفيو سرس سيل بريزنت اد امايليز ولايزوزايم لا السكريشن. الامايليز بيساعد في هضم الكربوهيدرات واللايزوزايمز بيساعدني في ايش في الوظيفه المناعيه، تمام. هاي الشغله انا بدي اكون عارفها. طبعا هيك احنا بنكون ان شاء الله وصلنا لنهايه هاي المحاضره، بتمنى تكونوا استفدتوا ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.